كثيرا من المعلومات والمعارف من المحاضرين السابقين، الأستاذ الدكتور حبيب الله خان والأستاذ الدكتور محمد ثناء الله من جامعة علي قرى الإسلامية. اليوم نحن نستمع إلى ضيفنا اليوم أستاذ الدكتور مجيب الرحمن، وهو أستاذ بقسم اللغة العربية مركز الدراسات العربية والأفريقية بجامعة جواهرلال نهرو، له خبرة عملية في مجال التدريس الجامعي خصوصا في الجامعة في جامعة جواهرلال نهرو أكثر من 20 سنة، له خصوصية في المجال الأكاديمي، إنه أكاديمي بارز يجمع بين فنين وقسمين من المعرفة، اللغة العربية وعلم التاريخ. درس أولا في المرحلة البكالوريوس والماجستير في تاريخ بالجامعة الملية الإسلامية بنورالهي، ثم حصل الماجستير مرة ثانية في اللغة العربية وآدابها من جيني، وأيضا شهادة ما قبل الدكتور ينفل في اللغة العربية من جامعة جواهرلال نهرو، ودرجة الدكتورة أيضا من جامعة جواهرلال نهرو سنة 2004. كان محاضرا لمدة 5 سنوات في قسم اللغة العربية في جامعة سيلتشر بولاية آسام الجامعة المركزية، بعد ذلك التحق بمركز الدراسات العربية والإفريقية بجينيو كأستاذ مساعد، ثم ترقى إلى منصب أستاذ مشارك، حاليا وهو يعمل أستاذا أكثر من 10 سنوات في نفس القسم، وكان رئيسا لهذا القسم في مركز الدراسة العربية الإفريقية لمدة 2 سنوات، وحاليا وهو يتولى منصب رئاسة مكاتب الهند للمنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام مقرها لندن، وهو يعمل كرئيس نشيط لجمهورية الهند يعني للمنظمة العالمية للإبداع من أجل السلام. إنه حصل على جوائز وأوسمة والمنح والتكريمات عديدة من مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، أكرمه حكومة الولايات المتحدة لدراسة أولاء الإسلام والمسلمين سنة 2002، وحصل على جائزة رئيس جمهورية الهند للتميز الأكاديمي في اللغة العربية مهرشي بارديان بياس سمان 2012، وهو في نفس الوقت إنه أستاذ بارز في قسم اللغة العربية، نفس الوقت هو يعمل مترجم فوري رسمي لحكومة الهند. إنه شارك أكثر من 60 مؤتمرا دوليا كمترجم فوري عربي وإنجليزي وبالعكس، وقام بالترجمة الفورية لرئيس وزراء الهند السيد ناريندرا مودي في 10 مناسبات دولية، وأيضا إنه استضاف كثيرا من الحكام العرب عند زيارتهم في الهند زيارة رسمية، وأيضا إنه شارك في عدة مؤتمرات وندوات عديدة أنا لا أريد أن أخوض إلى التفاصيل، وهو كاتب. هذا بصدد هذا الفن. اليوم نحن ندرس ونستفيد منه كيف نطور مهارات الكتابة العلمية أو مهارات الكتابة الأكاديمية. إنه ما زال يكتب مقالات أكاديمية وعلمية للجرائد والمجلات، وهو كاتب يعني
بصفة دائمة لجريدة الحياة الدولية، وأيضا له عمود أسبوعي في صحيفة الرؤية الإماراتية، وإنه نشر أكثر من 100 مقالة في هذا المجال. ولما نحن نبصر ونشوف أن خدماته الإبداعية أو الكتابية له منشورات وكتب كثيرة، منها الصحافة العربية العصرية في ضوء تأثرها بالأساليب الإنجليزية، وله كتاب عنوانه المحادثة العربية جزء واحد من سلسلة تعليم اللغة العربية لدورة سيرتيفيكت لجامعة اندرا غاندي المفتوحة، وأيضا له كتاب تعليم اللغة العربية جزء من سلسلة تعليم اللغة العربية لدورة الدبلوم لجامعة اندرا غاندي المفتوحة، وأيضا إنه ترجم كتبا كثيرة. أنا لا أريد أن أخوض إلى تفاصيلها، لكن لأن أتيح وأمنح لي المشاركين نبذة وجيزة، أنا أريد أن أفصل أمامكم بعض الكتب المترجمة الرئيسة من ضيفي اليوم أستاذ مجيب الرحمن. أولها فكرة الهند، ترجمة عربية لكتاب The Idea of India لمؤلف سنيل خيلاني، نشرته هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. وأيضا مواطن الحداثة، دراسة في صحف التابع، ترجمة عربية لكتاب Habitations of Modernity Essays in the Wake of Subaltern Studies، نشرته هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث. وأيضا السير في طريق السريع، ترجمة عربية لكتاب The Waking of the High Road، سيرة ذاتية لرجل أعمال بارز في دبي رام بوكساني. وأيضا له كتاب مترجم في الهندية لكتاب كلمات القائد الشيخ زايد بن النهيان. وله 6 كتب للأطفال مترجمة من الإنجليزية إلى العربية أيضا لهيئة الكتاب الوطنية National Book Trust of India. والقائمة تطول، أنا لا أريد أن أدخل إلى كل هذه التفاصيل. على كل حال، في اليوم الختامي لسلسلة المحاضرات التدريبية التي تقوم بها كلية مدينة العلوم بشراكة مع اتحاد أستاذي أساتذة اللغة العربية وعلمائها لأمم الهند، نحن نتشرف بحضوره معنا كمتحدث، كمدرب، كأستاذ لنا، لأن يعلم لنا، لأن يفيدنا في مجال تطوير الكتابة العلمية أو الأكاديمية. إنه رجل بالجولات العالمية، إنه زار كثيرا من البلدان العربية والغربية لمشاركة المؤتمرات والدورات التدريبية، مثل المملكة العربية السعودية ومصر ولبنان والمغرب وقطر ودولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة، دولة الصين، اليابان ونيبال وكينيا. إنه زار تركيا وماليزيا وإندونيسيا، وأيضا دولة بوتان، تنزانيا، سريلانكا، فرنسا، هولندا، ألمانيا، سويسرا، إسبانيا، بلجيكا. الأفضل أن يقول إنه زار كل العالم. يعني شكرا لك أستاذ، يعني لأن يكون ويتفضل معنا في هذا اليوم المبارك، لأن نستفيد من مهاراتك ويعني مقدراتك الإبداعية والعلمية الأكاديمية. بهذه الكلمة المختصرة عن سيرته وعن حياته، أنا أرحب ضيفنا أستاذ مجيب الرحمن إلى هذه المنصة الأكاديمية، وأيضا أرحب كل المشاركين من مختلف جامعات الهند. أنتم منذ 3 أيام أو منذ يعني فترة الإغلاق أو منذ مجيء جائحة كورونا، نحن في تواصل دائم الحمد لله، وإن شاء الله نحن سوف نواصل هذه الخطوات الأكاديمية إلى الأمام في المستقبل القريب. بهذه الكلمة أنا أرحب كل المشاركين، وأدعو بكل احترام من أستاذي الكريم ومنسك
national accreditation and accreditation cell لهذه لكليتنا الأستاذ الدكتور محمد علي لأن يترأس هذه الجلسة فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ضيفنا الكريم سعادة الأستاذ مجيب الرحمن الموقر والدكاترة الأجلاء والأساتذة الكرام وسائر المشاركين في هذه الدورة التدريبية. نحن الآن في اليوم الثالث الأخير للورشة التدريبية، وقد بدأنا هذه الورشة منذ أول الأمس، ونحن أعضاء الأسرة العربية المباركة عندما ندخل ونخوض في مجال التدريس نواجه كثيرا من العقبات لتعبير أفكارنا، وكلنا نحتاج إلى التوجيه والإرشاد لتنمية مهاراتنا في الكتابة والاستيعاب، وهذه محاولة بسيطة لتقوية المدرسين وتأهيلهم لاقتحام هذه العقبات. ولا يسايرنا أي شك في أن هذه الورشة التدريبية ستكون مفيدة جدا لمن يهتم بها، وأنا متأكد من أن من حجز وقته الثمين لمشاركة هذه الورشة التدريبية لا ييأس ولا يتخيب، كما أنني أنتهز هذه الآونة سعيدة لتهنية زملائي الأعزاء على عقد هذه الورشة المستغرقة 3 أيام. وضيفنا اليوم الأستاذ مجيب الرحمن مشهور في داخل الهند وخارجها، ومعروف لديكم جميعا، وخبير في هذا الفن. ستكون محاضرته في هذه الورشة حول كيفية تطوير الكتابة الإبداعية، ولا أريد إطالة كلماتي في هذه الآونة لأنكم تشتاقون إلى كلماته القيمة كما تشتاق الزهرة إلى الندى. وهذا واختتم كلماتي هذه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للأستاذ الدكتور محمد علي لهذه، بكل احترام ومحبة وإخلاص أستاذي الكريم و مدربي ومرشدي المحبوب أستاذ مجيب الرحمن لأن يتشرف أمامنا إلى هذه المنبر إلى هذا المنبر الأكاديمي وأن يبدأ ب يعني تدريب اليوم. أرجو من الأستاذ أن يفتح الميكروفون. ميكروفون نعم. مفتوح الآن؟ مفتوح. نعم، معذرة. سعادة الرئيس الجلسة الافتراضية اليوم وسعادة منسق الدورة التنشيطية الدكتور صابر نواس زميلي الحبيب، وإذا سألتني من هو أنشط الناس في الهند فأقول هو الدكتور صابر نواس، وثور وحرك وأقام كل قاعد
بين الدواتر الافتراضيه المتتاليه. سعادة الأستاذ في كلية ندوة العلوم العربية ببوليكال وأصحاب السعادة والفضيلة المنضمين إلى ندوة اليوم من كبار الأساتذة من أمثال زميلي الأقدم الأستاذ الفاضل الجليل كيام محمد، وهو صاحب الريادة في مجال تطبيق طرق ومناهج حديثة لتعليم اللغة العربية في جامعة سيلشار بولاية أسام، وكان لشرف أن أعمل معه لمدة 4 سنوات، ولو كنت عملت هنا تقريبا 5 سنوات، ولكنه ترك هنا والتحق لأنه كان على مناوبة. فكان لي شرف أن أعمل معه، وشرف لي أيضا أن أبدأ مشواري الاحترافي معه، فأرحب به، وشرف لي أن يكون أن ينضم إلينا وأنا رأيته على الشاشة قبل قليل. والزملاء الكرام والباحثين والباحثات والطلبة العزاء والطالبات العزات العزيزات، أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أولا أود أن أصحح أن الموضوع المطروح علي هو كيف نطور مهارات الكتابة وليس المهارات الكتابة الإبداعية، فهناك فرق بين مهارات الكتابة ومهارات الكتابة الإبداعية. الكتابة الإبداعية تعني كتابة القصص والرواية كذا وكذا، ويأتي ضمن الإبداع، ولكنني سوف أتناول في حديثي معكم اليوم الكتابة العامة، وهي كتابة علمية بمعنى كتابة المقالات والصحف وخواطر وإنشاء وغير ذلك. أما كتابة الإبداع، الكتابة الإبداعية، فذلك موضوع آخر وربما يقتضي حديث أو محاضرة أخرى. فأهنئ القائمين على هذه الدورة التنشيطية الافتراضية التي جمعت المهتمين بالتطوير المهني والاحترافي من أنحاء الهند وأيضا من خارج الهند، وأنا سعيد جدا بأن أرى عددا لا بأس به من المشاركين من إندونيسيا، وهم دائما نشيطون في مشاركة في مثل هذه الفعاليات الافتراضية. هذا يدل على أن اللغة العربية هي في وضع جيد في إندونيسيا، وأن هناك إقبالا كبيرا على تعلمها. كل المهتمين بالتطوير المهني من تطوير مهارات الترجمة والتمكين الفكري وتطوير مهارات الكتابة باللغة العربية على مدى 3 أيام على منصة واحدة. وكوني المتحدث الأخير في هذه الدورة، أخشى أن المشاركين قد تناولوا وجبات دسمة في 2 ماضيين، وربما لا يجدون في مادة اليوم ما يغريهم أو يستهويهم أو يفتح شهيتهم، لأنهم قد تناولوا ملأوا بطونهم بهذه الوجبات الدسمة، وخصوصا محاضرة زميلي الفاضل الأستاذ ثناء الله الندوي الذي لقب بابن خلدون الهند. وكنت سعيدا جدا عندما تبحث في النت علامة الهند، فأول اسم يظهر على الشاشة هو ليس إلا ثناء الله الندوي، وكانت محاضرته رائعة جدا جدا، سمعت من ألفها إلى يائها. فهذا أخشاه، ربما لا تجدون ما تتمنوا أو تصبون إليه في محاضرتي اليوم. على كل حال، هذا بالنسبة لي تحدي على مستويات كثيرة، أولها أن موضوع حديثي معكم اليوم قد تم جرى تناوله بإسهاب في ندوة كلية سلم العلوم، وكنت أحد المحاضرين فيها، وأيضا موضوعي لا يتحمل الكثير من البهلوانيات الفكرية على غرار ما تيسر لزميلي الدكتور ثناء الله الندوي بالأمس، وأيضا لأنني لم أتعافى تماما من التهاب الحلق
الذي سوف يجعلني أن أتحدث ببطء ومهل والصوت أخف قليلا. على أي حال، إنما المحاضرات هي منصة لتبادل الأفكار وتلاقح الآراء وتقاسم التجارب التربوية ومشاركة الطرق البيداغوجية لتعليم اللغة العربية في بلد غير عربي مثل الهند. ونحن مدينون جدا لمخترع الجوجل الذي وضع العالم كله في متناول أيدينا، قرب المسافات الشاسعة بل ألغى كل المسافات وحول العالم كله إلى قرية واحدة. الآن بسبب الانغلاق الخارجي، انغلاق العالم الخارجي، انفتح العالم الخارجي على مصر، انفتحت الأبواب كلها على مصراعيها، وها نحن نجني منه ثمارا يانعة قطوفها دانية. منذ شهرين تقريبا بالاستماع إلى كبار المبدعين والمبدعات والباحثين والباعثات والمفكرين والمفكرات من أنحاء العالم العربي وأيضا خارجه. وأود أن أنبه في هذا المقام بنقطة مهمة، وهي أن هذه الندوات الافتراضية إنما عملت على جمعنا على رصيف واحد. فكم من مرة نتلاقى ونلاقي فيها أحبتنا وزملائنا على هذه المنصة الافتراضية ونرى وجوههم المشرقة النيرة. فهذا من نعم وبركات كورونا، نحن نستفيد منها بطرق كثيرة وكثيرة. وأيضا يحلو لي أن أنبه في هذا المقام أن كل ما قيل عني هو مبالغة ونسبة الصحة فيها قليل، لست كبيرا، أنا متعلم مثلكم وأنا الآن معكم لأشارك معكم خبراتي والتجارب المتواضعة ولا غير، ولست كبيرا وما زلنا في طور التعلم والاكتساب خاصة فيما يتعلق بهذه الكتابة. نرجو أن تستمر هذه السلسلة المباركة بعد أن يعود العالم إلى مساره الطبيعي وبفاعلية ونفع أكبر إن شاء الله. أما منهجي في حديثي اليوم، فأحاول أن أتخذ في حديثي اليوم منهجا تطبيقيا بدلا من منهج نظري. طبعا سوف أتحدث ببعض الأمور ربما تكون نظرية، ولكن في الأخير سوف أنتقل إلى النماذج والتطبيقات في مجال تطوير مهارة الكتابة باللغة العربية، وسوف أحاول أن أشارككم خبراتي المتواضعة في مجال الكتابة. هي ليست كبيرة، هي متواضعة جدا، ولكن كلما أستطيع لي سبيلا سوف أحاول أن أشارككم هذه الخبرات. أما المعلومات النظرية عن طرق تطوير مهارة الكتابة فهي معلومات متاحة على نقرة زر على الشبكة العنكبوتية. إذا سألت جوجل ما هي طرق تطوير مهارات الكتابة فسوف يضع أمامك آلافا من الأجوبة في بضع ثواني، وتكرار نفس النقاط ربما لا يسمن ولا يغني من جوع. لذلك أحاول أن أتخذ منهجا تطبيقيا في حديثي معكم اليوم بذكر نماذج وتطبيقات وبناء على تجاربي الشخصية، وأيضا بذكر بعض أهم النقاط التي استخلصتها من تجاربي وأيضا من تفكيري في هذا تأملي في هذا الموضوع. إن الكتابة بوصفها إحدى المهارات الأربع. هناك مهارات أربع نعلمها جيدا، اللغة وسيلة اتصال نعلمها جيدا، وعملية الاتصال، الاتصال بمعنى communication هنا هي التفاعل بين فرد وآخر أو بين فرد ومجموعة
وبين مجموعة ومجموعة أخرى، مجموعة أفراد. فاللغة تعمل عمل الوسيلة، هي تصل بين الناس، وذلك بهدف مشاركة الخبرة التي يترتب منها تعديل سلوك الفرد. الاتصال اللغوي نعلم أنه يتم بين طرفين، المرسل والمستقبل sender and receiver، والرابط بين هذين الطرفين هو الاتصال اللغوي linguistic communication أو الرسالة the message. فعملية الاتصال اللغوي تقتضي التمكن من الإرسال والاستقبال، والإرسال قد يكون شفهيا أو شفويا بالنطق والكلام، وقد يكون بالكتابة. وأيضا الاستقبال قد يكون بالسماع والقراءة. وعن طريق ذلك نكون قد وصلنا إلى المهارات الأربع الأساسية للاتصال اللغوي، وهي الاستماع والقراءة والكلام والكتابة. وربما تقع هذه المهارات الأربع في هذا الترتيب، والكتابة تقع في آخر الترتيب. أولا الاستماع، وثم الكلام، ثم القراءة، وأخيرا الكتابة. ولكن كل هذه المهارات الأربع متلازمة وضرورية لتحقيق التواصل اللغوي الفعال. وإذا تغافلنا أو أمهلنا أي مهارة، فربما لا يكون التواصل على أعلى مستواه المطلوب. الكتابة بوصفها إحدى المهارات الأربع، ولكي نعبر عما يدور في نفوسنا من أفكار وآراء ونرسلها إلى الآخرين، نحتاج إلى الكلام أو الكتابة. ولكي نكون متصلا جيدا good communicator، حتى تعبر أو نعبر عما في نفوسنا من فكرة أو رأي، نحتاج إلى إتقان مهارتي الكلام والكتابة. والآن وبصفتنا أساتذة وباحثين، ما أحوجنا نحن إلى مهارتي الكلام والكتابة، حتى يمكننا أن نرسل ما نريد إرساله من فكر ومعلومة إلى التلاميذ والطلاب أو المجتمع الأوسع. ومن ضمن المهارات الأربع هي مهارات الكتابة التي ضمنت تطور الفكر الإنساني وارتقاءه من خلال تدوين الرصيد المعرفي والفكري وحفظه وتوارثه كابرا عن كابر. فلولا الكتابة لما وصل إلينا من آثار أسلافنا. وعن طريق الكتابة وحدها نضع أفكارنا أمام الآخرين ليطلعوا عليها ويتفاعلوا معها بحسب راحتهم وفي أي زمان ومكان. يقول إدوارد سعيد المفكر الفلسطيني كبير: الإنسان الذي لم يعد له وطن يتخذ الكتابة وطنا يقيم فيه. وحقا كان مشردا أقام في الولايات المتحدة، وأقام في كتبه، ترك وراءه كتبا قيمة خاصة في مجال الدراسات الثقافية والاستشراق، توجيه الاستشراق، إعادة توجيه الاستشراق، إعادة تقييم وتحليل الاستشراق. وتقول الكاتبة ليلى المطوع
الكتابة علاج لمن أشقى القلب دهره، لمن أشقى القلب دهره. ويقول المفكر محمد حامد: الكتابة حياة والكلام موت. فصوتي قد يضيع وحرفي خالد للأبد، غير أن الحرف في هذا هذه الأيام أيضا يسجل ويدون ويبقى للأبد. ولكن الوصول الأكبر، الدوام الأكبر، هو للحرف المكتوب وليس للكلام المنطوق. ويقول محمود درويش: الكتابة اقتراب واغتراب، ويتبادلان الماضي والحاضر. أيها الحضور الكرام، شكرا لحسن استماعكم. بالنسبة لنا أساتذة وباحثين ومربين في المدارس والكليات والجامعات الهندية، حيث اللغة العربية ليست اللغة الأصلية أو لغة النطق، إنما نكتسبها عن طريق المهارة وعن طريق الاكتساب. بالنسبة لنا يجب أن تحتل مهارتا الكلام والكتابة الصدارة في أولوياتنا وأساسياتنا، خاصة فيما يتعلق بتعليم اللغة العربية وأدبها. نتصور حالة ليس فيها الأستاذ ماهرا في الكلام والكتابة، فهل بإمكاني أن يكون معلما ناجحا ومربيا مؤثرا؟ ربما في مواضيع علمية هذا يمشي لأنه مجال للتطبيق، أما فيما يتعلق بتعليم اللغة الأجنبية فأهم شيء هو قدرة المعلم على التواصل اللغوي، التمكن اللغوي. لسوء الحظ لا تحظى هذه الأمور الأساسية جدا الأهمية اللازمة في مناهج تعليمنا. ماذا حدث؟ أستاذ مجيب الرحمن، سعادة الأستاذ، أستاذ مجيب الرحمن، قد حدث بعض المشاكل التقنية مع من طرف الأستاذ مجيب الرحمن. نعم، ألو Come back. انقطع الكهرباء من طرف الأستاذ مجيب الرحمن، وهو سوف يرجع إلينا قريبا. يعني أنا أرجو من كل المشاركين المعذرة والانطلاق. سوف يرجع الأستاذ مجيب الرحمن إلينا قريبا، قد حدث مع الأسف الشديد انقطاع الكهرباء. نحن معا ننتظر. نعم، هل تسمعوني الآن؟ نعم. نعم، الحمد لله. مرحبا بك مرة ثانية، ولا مرحبا لذهاب الكهرباء.
نعم أسف جدا ولكن لا دخل لي فيه، ماذا أستطيع أن أفعل؟ مرحبا مرة أخرى أستاذنا كيان محمد، أنا أراه الآن. بالنسبة لنا كأساتذة، هل تسمعونني؟ ألو؟ نعم نسمعك. أوكي. نحن كلنا نسمعك. أوكي، وهل ترونني أيضاً؟ لا بالأسف الشديد. Host has stopped your video. Okay, then host will start. Okay. Okay, host. You can start now. Okay. بالنسبة لنا كأساتذة ومربين يجب أن تحتل مهارات الكلام والكتابة الصدارة في أولوياتنا وأساسياتنا. إذا لم يكن الأستاذ ماهرنا من فضلك أستاذ، يعني عليك أن تفتح الكاميرا. لا 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 يجي، لا تجي الشاشة. أوكي دقيقة، أين ال في الأسفل يعني. start the video. مع الميكروفون، جنبا مع الميكروفون. أنا لا أرى هذه، معذرة. نعم الآن دقيقة. ما في موجودة. لا 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 الآن. نعم طلع الحمد لله. هذه أيضا تجربة يعني تدريبية لنا وكل المدرسين لما نتناولوا الإنترنت والمنصات. الإنترنت طبعا. نعم، هذه بعض الإشكاليات في المنصة الافتراضية، بعض الأمور لا تكون في مقدرتنا. على كل حال، فهذه الأمور الأساسية ربما لا تحظى الأهمية اللازمة في مناهج تعليمنا. يجب أن نسأل أنفسنا، هل أنا على المستوى المطلوب في التعبير الكتابي بالشفهي؟ هل أنا أتواصل مع الطلاب بالشكل المطلوب؟ هل يفهمون كل ما أريد إرساله إلى طلابي؟ هل طريقة تواصلي معهم تشجعهم على إتقان مهارتي الكلام والكتابة؟ وهل أعمل بشكل متواتر ومتواصل على تطوير مهاراتي في التعبير الشفهي والكتابي؟ هذه أسئلة يجب على كل مدرس ومعلم للعربية أن يسألها، يوجهها إلى نفسه. المهم أن هاتين المهارتين مرتبطتان ارتباطا جوهريا بمهارة الاستماع والقراءة، وسيأتي ذكرها لاحقا. أما الكتابة بوصفها جزءا من التمكن اللغوي language competence أو الكفاءة اللغوية، فأنا أسألكم أيها المشاركون الكرام، ألا ترون معي أن المهارة في الكتابة هي جزء من التمكن اللغوي الشامل لدى كل من المعلم والطالب؟ والتمكن اللغوي language competence أو الكفاءة اللغوية تقتضي القدرة على فهم النص وتحليله والنطق السليم باللغة. أنا أؤكد على السليم، اللغة العربية لغة المخارج، يجب التركيز عليها، والقدرة على التعبير الشفهي والكتابي. بمعنى أن الواحد إذا أراد أن يكتب جيدا باللغة العربية فلن يستطيع أن يفعل ذلك ما لم يكن متمكنا من فهم النصوص العربية في أول الأمر، ثم متمكنا من التعبير عما في نفسه بلغة عربية سليمة
ولهجة سليمة أيضا. فوجود مهارة الكتابة يقتضي أول ما يقتضي هو التمكن من اللغة بشكل عام. وعلينا بوصفنا أساتذة وباحثين وطلابا وطالبات، علينا أن نعمل بكل جد وإخلاص وبكل ما في وسعنا من مقدرات على تطوير مقدراتنا اللغوية بشكل عام، ونعمل عليه ضمن منظومة متكاملة، ليس فقط استراتيجية واحدة أو استراتيجيتين، بل ضمن منظومة متكاملة نحو تحقيق التمكن اللغوي. ربما يقول البعض منا: أنا لست ناطقاً أصيلاً باللغة، أنا لا أحتاج إلا أن أفهم النصوص وأشرحها بلغتي لطلبتي، أشرح بلغتي الأم، لماذا أحتاج أن أكتسب مهارة اللغة وأضيع جهودي؟ ربما يرى البعض، فهذا خطأ كبير في تعليم وتعلم اللغة الأجنبية، لأننا نحتاج إلى إتقانها فهماً ونطقاً وكتابةً، وعلينا أن نعمل كل ما نستطيع عمله لتحقيق التمكن اللغوي. لذا كلما كنا متمكنين من اللغة العربية كنا أيضاً متمكنين من الكتابة بالعربية. الكتابة فكرا ورأيا، بمعنى أنها وسيلة للتعبير عن رأي وفكر، وليست الكتابة وحدها هدفا وغاية، هي وسيلة، النطق وسيلة لإيصال فكر ومعلومة، وأيضا الكتابة وسيلة لإيصال معلومة أو فكر ورأي. يقول الكاتب عبد الخال: إن الكتابة حالة إنسانية تشعر بها دون أن توزع صراخك على الجيران. بمعنى الإنسان إذا لا يعبر عما في نفسه ربما يصرخ على جيرانه، لتفادي ذلك أنت تلجأ إلى الكتابة وتعبر وتنفس عما في نفسك. أما ألبير كامو الفائز بجائزة نوبل للأدب، فكان يرى أن الكتابة تولد من رحم الوجع والألم، أن الكتابة الكبيرة هي تتولد من الوجع والألم الذي يعانيه الكاتب، وإلا لن يكون الأدب كبيرا. وتقول رضوى عاشور: الكتابة تأتي من تلقاء نفسها، الكتابة تفرض نفسها عليك، الفكر عندك هو يفرض نفسه عليك. بالنسبة لي هي تقول: لا يتعين علي سوى أن أقول مرحبا وأفصح لها المكان. يقول خالد محمد: إذا لم يكن عندك شيء لا تفكر بالكتابة، إذا كان عندك شيء فكر بالكتابة، إذا لم يكن عندك شيء لا تفكر بالكتابة. فالناس لا يرغبون في سرسرتك اللغوية، وكم من الناس يسرسرون. أحسن إليهم بصمتك ولا تؤذيهم بهذيانك. إذن الناس يرغبون في قراءة فكرك عن طريق لغتك، الوصول إلى فكرك عن طريق لغتك. فالفكر كلما كان عندك فكر وكلما كنت متمكنا من اللغة ومن اللغة، فهذان يجتمعان ويجبرانك على الكتابة. المهم أن الإنسان لن يستطيع أن يكف عن الكتابة إذا كان عنده فكر يلح عليه ويسيطر عليه
ويجعله يشاركهم على آخرين. الكتابة ليست سرسرة أو مهزلة، إنما هي وسيلة لإيصال رأي أو فكر إلى الآخرين. ولن يمكنك أن تكون كاتبا أو يمكنني أن أكون كاتبا ما لم يكن في نفسك أو في نفسي شيء يحفزك أو يحفزني على التعبير، تماما كالشاعر الذي لا يستطيع أن يكف عن قول الشعر لأن الشعر ينفجر من داخل نفسه. هكذا الكتابة إذا كان عندك فكر يلح عليك سوف ينفجر حبرا على ورق أو على الشاشة. ما أريد أن أسوقه هناك المشاركون الكرام أن الكتابة تحتاج إلى دوافع، وهذه الدوافع قد تكون في شكل تجارب تحفز الكاتبة على مشاركتها مع الآخرين، أو فكر يريد إيصاله للآخرين، أو رسالة، أو شيء مثل ذلك. إذن الأصل هو الفكر، واللغة هي الوعاء والأداة، ويجب أن يكون كل من الفكر واللغة مثيرين، مثيرا وشيقا، وينبغي أن لا يضعف أي من العنصرين. وهناك مبحث قديم فيما يخص اللفظ والمعنى، تحدث فيه تكلم فيه الجاحس والقدماء، هذا بحث قديم وربما تعرفونه ولا أدخل فيه. المهم ماذا أود أن أقوله هنا أن الكتابة هي تقتضي أن يكون عندك فكر أو رأي أو معلومة تريد أن توصلها إلى الآخرين. إذا لم يكن عندك فكر فلا حاجة لك أن تكون مفكرا، ولكن ما دمت معلما ومربيا يجب أن يكون عندك فكر ورأي أو شيء مثل ذلك، لأنك في عملية التواصل اللغوي مع الطلاب. أنت لست تعمل في المزرعة أو في المصنع أو في أي مكان آخر في السوق، أنت تتواصل وتتعامل مع الطلاب، وعلى عملية الأساسية التي ترتبط بك هي عملية التواصل، والتواصل يحتاج إلى التمكن اللغوي، وأيضا يحتاج إلى فكر القراءة والثقافة وكذا. بعد هذا التمهيد نأتي إلى بعض استراتيجيات وطرق لتطوير مهارة الكتابة. وهي استراتيجيات معلومة، هذا فقط للتحضير للتذكير والاستحضار، وهي مجربة من قبل كبار الكتاب، وأيضا إنهم أوصوا بها للآخرين، وأهمها سوف ألخصها في حديثي معكم الآن. وأولها وأنتم تعلمون ما هو الجديد فيه، وهو القراءة، إكثار القراءة، القراءة والقراءة والقراءة، لا غنى عن القراءة. إذا أردت أن تكون كاتبا جيدا يجب عليك أن تقرأ وتقرأ وتقرأ. القراءة الواسعة هي مفتاحك إلى دخول عالم الكتابة والنجاح فيه. لا ينمو الجسد إلا بالطعام، ولا ينمو العقل إلا بالمطالعة والتفكير، ولا تنمو الكتابة إلا بالتغذي على الأفكار والأساليب الكلامية للكبار. لذا فكل من يريد أن يكتب عليه أن يقرأ أولا. وسمعنا شيخنا أبو الحسن الندوي رحمه الله يقول بالإشارة إلى العلامة السيد سليمان الندوي رحمه الله أن الأخير، أن السيد سليمان الندوي كان ينصح زملائه بقراءة 50 صفحة على الأقل لكتابة صفحة واحدة. يا إلهي،
لكتابة صفحة واحدة يحتاج المرء عنده ليقرأ 50 صفحة. والآن ربما أصبحت الكتابة مثرثرة، الكثير من الكتابة والقليل من القراءة. لذلك أحبتي في الله أنصح نفسي أولا وإياكم بكثرة المطالعة والقراءة، والقراءة المتأملة والمتأنية، ليس فقط قراءة سريعة، القراءة المتأنية لغرض تطوير ملكة الكتابة. ليس عندي أو عند أي شخص عصا سحرية أستطيع بها أن أحولكم إلى كتاب عبر ندوة افتراضية لساعة واحدة، هذا لن يمكن. فأهم شيء هو القراءة والقراءة والقراءة، هي الاستراتيجية رقم واحد. ثانيا، يجب أن نفكر في تكوين مخزون جيد من الكلمات والمصطلحات والتعبيرات التي قرأناها أو قرأتموها أثناء قراءة لكتاب أو مقال أو شيء مفيد آخر. وهذه عادة مفيدة جدا، لأنك قد تنسى بمجرد القراءة، كلنا ينسى، والإنسان مركب من الخطأ والنسيان، كلنا ينسى، حتى العباقرة ينسون. فيفيد في هذا المقام تدوين تلك العبارات والمصطلحات والتعبيرات، ويفيد الرجوع إليها في فترة لاحقة. أنا أقول لكم بناء على تجربتي، تكون لدي عدد من دفاتر ضخمة للمصطلحات والتعبيرات التي ما زلت أدونها منذ دراستي بالمدرسة والجامعة والكلية والجامعة، وأنا أراجعها من حين إلى آخر. عندما أراجعها بعد فترة وأحس بأني نسيت، ولكن لا أنسى. فتفيدني تجربتي أن كل ما نقرأه ونتوقف عنده من المصطلحات والتعبيرات يتبقى حاضرة في ذاكرتنا، ما يسمى بباسيف ميموري، هي تبقى في الذاكرة النشطة والذاكرة غير النشطة passive memory، وهي تسعفنا عند الكتابة. وقد يندهش المرء أحيانا على حضور بعض هذه التعبيرات التي لا يستحضرها عادة، ولكنها تظهر تلقائيا فجأة عند الكتابة. هذه أصدقاؤنا، كلما قرأناهم في السابق، في القديم، في الزمن القديم، كلها أصدقاؤنا. وكما تعلمون الأصدقاء لن يكونوا خونة، الصديق لن يخون. فمثل هذه التعبيرات والمصطلحات التي دوناها وحفزناها مرة أو مرتين أو 3 مرات أو أكثر، هي تبقى محفورة في الذاكرة وتسعفنا عند الكتابة، بل تقفز إلى القلم، إلى اليراعة، وتساعدنا في الكتابة لأنها أصدقاؤنا. سمعت أساتذتي يشددون على أهمية حفظ النصوص. طبعا الحفظ، حفظ النصوص له أهمية كبرى في اكتساب المهارة اللغوية، ويساعدنا كثيرا في اكتساب المهارة اللغوية نطقا وكتابة. حفظ النصوص لا يعني حفظ صفحات بأكملها، حفظ مقالات، هذا صعب، ولكن نعلم بعض الأصدقاء يعملون ذلك هذا، ولكن يمكننا حفظ أجزاء منها التي تروقنا وتعجبنا. فإذا استطعنا أن نحفظ كمية لا بأس من العبارات، فلا نواجه صعوبة كبيرة في الكتابة في أي موضوع في أي وقت، لأن هذه المادة المحفوظة سوف تساعدنا عند الكتابة والكلام.
وأنا جربت شخصيا. أنا حفظت كثيرا من النصوص والعبارات. أصدقائي كانوا يقولون هو حافظ، لأنني كنت أحفظ وأحفظ، وأنا كنت أتخيل أني نسيتها كلها، ولكنها موجودة وهي تبقى حاضرة في الذاكرة، وهي تقفز للمساعدة عند الحاجة. وما زلت أعمل على هذه الاستراتيجية، وإن كان قليلا لا أستطيع أن أحفظ، ضعفت الذاكرة، وأنا أكاد أشيخ، أنا أشارب في نهاية الأربعينات. وفي كثير من الأحيان عندما أخرج للنزهة بوحدي أحمل في جيبي أو في يدي ورقة فيها جمل وتعابير، وأردد هذه التعابير في نفسي. بعد فترة أحس بأن هذه أصبحت ملكا لي، أقوم بتطويعها وتوضيعها واستخدمها في عباراتي. هذه تجربتي، ربما لا تفيدكم، ولكن كلما تحفظون من عبارة أو جملة أو لفظة هي خادمة لكم، تخدمكم في حين من الأحيان. يخطئ من يقول إن الحفظ كوسيلة للتعلم قد ولى زمنه. كلا، هذا ليس بصحيح. فيما يخص بتعلم اللغات الأجنبية، إنه لا غنى عن الحفظ والنطق الجهوري. إذا كنت تتعلم لغة أجنبية ولا تنطق، أنت تصمت دائما، أنت لن تتعلم اللغة الأجنبية نطقا، لأن النطق والكلام ضروري جدا، عنصر حيوي وضروري لتعلم اللغة الأجنبية، الممارسة. فيشكل حفظ العبارات من أهم عناصر تكوين المهارة الكتابية والكلامية. أيضا نحتاج عندما نقرأ صحيفة، جريدة، كتاب، ومقالة، أي شيء آخر، يجب أن نضع دفترا أو كراسة في متناول أيدينا، وندون فيه مخزونا من الألفاظ والأفعال والصفات وأدوات الربط التي هي شائعة في الكتابة العربية الصحفية. اللغة العربية هي لغة العربي وليست لغة الهنود، لغة الأعاجم هي لغة العرب. لذلك يجب علينا أن نقلد أسلوبهم في الكتابة العربية. لا أقول أن نقتديهم في أخطائهم النحوية والصرفية، لا، كلا. وكثيرا ما يقعون في هذه الأخطاء في هذه الأيام، ولكن للعرب أسلوب خاص في الكتابة. ولعلكم توافقون معي أن بعض الأفعال والصفات وأدوات الربط التي شاع استخدامها هي ما يضفي على الكتابة نكهة مميزة. ويجب علينا عندما نقرأ أي نص، نحن نمعن على النص من الناحية الأسلوبية، كيف كتب هذا العربي. يمكننا احتذاء أسلوبهم في الكتابة العربية المعاصرة بالتركيز على هذه النقطة. مثلا نحن الهنود لدينا أسلوب خاص في الكتابة العربية، نستعمل إن كثيرا في بداية كل جملة، وأيضا نردد بعض التعبيرات الكثيرة. والعرب يبدأون في معظم الأحيان يبدأون الجملة بالفعل، وأحيانا والآن أصبحت الكتابة العربية والصحفية امتدادا للكتابة الصحفية الإنجليزية، كأنها ترجمة لها. ولكن ماذا نستطيع أن نفعل؟ الأسلوب هو الأسلوب، الكتاب هم العرب. ما دام يتوافق مع النحو العربي والصرف العربي، يجب علينا أن نقتدي أسلوبهم، لأننا عندما نكتب في الصحف العربية
نكتب للعربي كما نكتب للهنود، فيجب أن نقتدي أسلوبهم في الكتابة، وهذا يمكن كل الإمكان. إذا مارست سنة واحدة سوف تلاحظ الفرق بين أسلوبك في الكتابة في السابق وأسلوبك في الكتابة حاليا بعد محاولتك لإقتداء أسلوب العرب في الكتابة العربية. استخدام أدوات الربط في الكتابة الصحفية، مثلا فيما، كلمة فيما وعليه وبالتالي وغيرها، وعلى هذا الشاكلة ومن جهة أخرى، كل هذه أدوات الربط التي تضفي على الكتابة نكهة مميزة عربية خالصة. وسوف أقدم بعض التطبيقات والنماذج في آخر هذه المحاضرة إن شاء الله، فأصبروا معي دقائق. عندما نقرأ مقالا في صحيفة أو في أي كتاب، فيجب علينا أن نضع خطوطا عريضة عن الموضوع أولا ثم نكتب. عندما نفكر مثلا نختار مثلا موضوعا للكتابة، فماذا نفعل أولا؟ نحن نحاول استحضار الخطوط العريضة للموضوع، ما هي النقاط الرئيسية، وبعد ذلك نحاول أن نقرأ في الموضوع. إذا كان موضوعا علميا فيحتاج إلى قراءة واسعة، وإذا كان موضوعا صحفيا بسيطا ربما يحتاج إلى بعض القراءة، ولكن القراءة قبل شروع في الكتابة تفيد مفيدة جدا، وهذا أقوم به كلما أنوي كتابة شيء، حتى ولو كان في فقرتين وبعد الفقرات أقرأ شيئا، وكأنني أشحن نفسي، أي تشارج ماي سيلف، وبعد ذلك أبدأ بالكتابة. تحتاج مهارة الكتابة إلى قراءة مسبقة قبل الشروع في كتابة أي عن الموضوع. فأول خطوة هي اختيار الموضوع كما قلنا. فإذا كان الموضوع علميا يحتاج إلى قراءة واسعة وشاملة، وإن كان موضوعا بسيطا فيحتاج قليلا من القراءة، ولكن أنت تحتاج وأنا أحتاج وكل إنسان يحتاج للقراءة للانطلاقة for starting. مثلا نأخذ موضوع الندوات الافتراضية ودورها في تحقيق التواصل والتقارب مع العرب. هذا موضوع مهم جدا في هذه الأيام، وإذا كنت مطلوبا أن تكتب مقالة في 500 كلمة لجريدة عربية، فأولا تحتاج إلى وضع خطة، ما هي العناصر وما هي النقاط الرئيسية التي سوف يشملها المقال، ما هي الخطوط العريضة للموضوع. فيفيدنا أولا قراءة بعض المقالات المنشورة في هذا الموضوع، وهي متوفرة جدا على الإنترنت، فنحن نستفيد بهذه الطريقة من الناحيتين، اللغوية والأسلوبية، ومن النواحي اللغوية والأسلوبية والمعلوماتية، أن نأخذ منها اللغة والأسلوب والمعلومات. وبعد إكمال الكتابة يمكننا أن نترك المادة المكتوبة لحين من الدهر، يوم يومين أو ساعات على حسب راحتك، ثم تراجعها وتحذف منها الحشو والتكرار، ويمكنك أيضا أن تعمل على تنقيح وتحسين ترابط الجمل. هذا ربما لست أنا فريدا في هذا، كل كاتب يفعل ذلك، ولكن نحن من الناطقين الأصليين للغة العربية، نحن نحتاج إلى كثير من التنقيح. أما بالنسبة لتجربتي في كتابة الزاوية الأسبوعية، فهي أنني أنتظر لحين ورود الفكرة. أنا أكتب مقالاتي كل يوم الخميس وأرسلها للناشر لرئيس التحرير، وهي تنشر في مساء يوم الأحد. ولكن الفكرة كلما تطرأ، فكرة يجب أن تكون بسيطة، لأن المقال يكون في 350 كلمة فحسب،
فكلما تطرأ الفكرة في ذهني أجلس للكتابة وأنا أخلصها في نصف ساعة، ثم أعمل التنقيح عليها، أحذف الكثير منها وأضيف، وهذه المرحلة تأخذ مني زمنا أطول. وأنا أقرأ معظم ما ينشر في صحيفة الرؤية من الكتاب الزملاء حتى أبقى متناغما ومنسجما مع مزاج الصحيفة. هناك صحف عربية كثيرة وكثيرة لا تعد ولا تحصى أيها الإخوة والأحباء، هي دائما مستعدة لنشر مقالاتكم، وأنا واثق بأنها ترحب بكم. قال لي بعض الكتاب ورؤساء التحرير: نحن نحتاج أقلام من هندية ننشرها، فيمكن لنا فهذا، فالمائدة مفتوحة لنا، يمكن أن نبدأ نباشر الكتاب وننشر مقالاتنا في هذه الصحف العربية. انهضوا أيها الشباب والشابات، اكتبوا، حتى ولو لم تنشره الصحف العربية فهناك صحف هندية سوف تنشر مادتكم، وإذا لم ينشر أحدا فيمكن أن تنشر على المدونة الإلكترونية على الإنترنت، ولا مانع في ذلك، لن يمنعك أحد في الكتابة. نعم، كتابة المذكرات والمدونات والبلوجات بلوجز، هل فكرتم أبدا في كتابة المذكرات والمدونات؟ أنا لم أجرب ذلك، أنا لم أكتب المذكرات أبدا، أنا ما كنت أبدا في عادة كتابة المذكرات، ولكن كثير منا يحبون كتابة تدوين ملاحظاتهم مشاهداتهم وخواطرهم على الدفتر. ما أجمل هذه العادة، هذه عادة جميلة جدا، وهذه طريقة مثالية لتطوير مهارة الكتابة، ومن يدري سيتكون عندك مجموعة من المدونات الرائعة فتنشرها بعد التنقيح. ثانيا، عند كتابة المذكرات المرء يكون بوحده مع نفسه، فهو لا يخاف أحدا، لا يتردد، لا يخشى على شيء. نعم، يمكنكم أن تفسحوا العنان ليراعتكم لتدوين ما تبغون، ويمكنك أن توسع المجال لنفسك لتفيض بكل ما تهواه، ويمكنك أن تعطي الفرصة لقريبتك للتجود بما ترضاه، وقد تجد أنك تسافر مع دفترك إلى مكتب الناشر في زمن ليس ببعيد، فقد فعله العزماء قبلنا. الكثير من الروايات المكتوبة في شكل مذكرات هي روايات مبهرة جدا، وكذلك نشرت العديد من المذكرات وهي تشكل جزءا مهما جدا ومبهرا من التراث الأدبي العالمي. وأيضا عندما نكتب المدونات والمذكرات والمدونات هي فرصة لنا لاستعمال المفردات والتعابير التي قرأناها ودوناها في الكراسة، أليس كذلك زملائي؟ أما كتابة المدونات الإلكترونية the blogs فقد أصبحت موضة في أيامنا هذه، لا حاجة إلى الناشر، أنت الكاتب والناشر. نعم، هناك قراء، ولا تقول أنا الكاتب والناشر وأنا القارئ، لا، هناك قراء، على الأقل على أصدقائك في الفيسبوك ربما البعض منهم يقرؤون. العالم واسع جدا، العالم الافتراضي واسع جدا، وفتح لنا فرص كثيرة للكتابة. يمكنك أيضا نشر إبداعاتك شاعرا ونفرا، البعض منا يفعل ذلك، وأنا أعلم بأحد زملائي كان تلميذا عندنا والآن أصبح كاتبا مبدعا كبيرا، مبدعا تنشر قصصه من الخارج، وربما هذا بفضل المنصة الإلكترونية التي تيسرت له. لا تتردد أبدا، وأنا أعدكم بأنني سوف أكون أول قارئ لإذاعتكم إذا علمتموني بذلك.
ثم هناك استراتيجية مهمة جدا ونعلمها ونعملها، وهي تقليد الكتاب الذين نحبهم للناس فيما يعشقون مذاهب. كلنا معجب بكاتبنا واخر، فيحسن بنا أن نقلد أسلوبهم في الكتابة في بداية الأمر، لأن محاكاة الكتاب وتعلم أسلوبهم وطريقتهم في الكتابة هي تمثل خطوة مفيدة في تعلم الكتابة، اكتساب مهارة الكتابة. وفعل ذلك الكثير من العظماء. أنا سوف أنهي في غضون ربع ساعة، اصبروا معي قليلا. وقد يأتي زمن سوف تستقل أنت من المحاكاة ويكون لك أسلوب خاص بك في الكتابة، ومحاكاة أسلوب الكاتب لا تعني بالضرورة أن تذيب جملت شخصيتك في شخصية الكاتب، بل كن أنت نفسك. خذ من الكتاب الأطوار والهيكل والأسلوب، وكن أنت نفسك في كتابتك، فكرك أنت، لغتك أنت، ولكن هو مستوحى ومستلهم من كاتب كبير. وذكرت هذا أكثر من مرتين، أن الشيخ أبو الحسن الندوي أنا سمعته يقول، والكثير منا يعلم، أن كلما كان يهم بالكتابة في موضوع كان يرجع إلى كليلة ودمنة ليستلهم منه الأسلوب، من هذا الكتاب الأسلوب. ثم هناك المواظبة على الكتابة ولو صفحة أو نصف صفحة. إذا أردت أن تكون كاتبا يجب عليك المواظبة، لا يأتي شيء بدون المواظبة. فقط التفكير أنا أريد أن أطور مهارتي في الكتابة، لا، الكتابة جهد كبير. وكل الكتاب استفسر عما يفعلون لتطوير مهارتهم، إنهم يواظبون على الكتابة، ونحن لسنا الناطقين الأصليين للغة. لذلك المواظبة على الكتابة هي ولو صفحة أو نصف صفحة هي لازمة جدا. اجعل لنفسك نظاما للكتابة المنتظمة، يوميا أو يومين أو أسبوع حسب راحتك. وكل وقت كل ما يدور في خلدك، يعتلج في صدرك من مشاعر وإحساسات وخواطر أو مادة علمية، وحاول استعمال الكلمات والمفردات الجديدة التي قرأتها وحفظتها خلال هذه الفترة. وهذه عادة محمودة مضمونة النتائج في تطوير مهارة الكتابة، وهي استراتيجية في غاية الأهمية. وقد ترغب في نشر روائع مكتوباتك في فترة لائقة، جرب هذه الممارسة لنصف سنة وسوف ترى النتائج بنفسك. وأيضا يمكننا أو يجب علينا الملاسة أن نقول الاستعانة بالكتب التي تعلم الإنشاء. وهناك عدد من الكتب المفيدة والقيمة جدا كتبت منذ زمن، هي تفيدنا في تعلم الكتابة والإنشاء، وألفها العرب لتعلم الإنشاء والكتابة لغير الناطقين بها. وأنا جربت شخصيا كتابا سلسلة مهمة مفيدة في هذا، هو العربية للحياة، وهي في 4 أجزاء مفيدة جدا لصياغة الجمل والتراكيب بطريقة منهجية وعلمية، ويتضمن الكتاب أيضا تدريبات كثيرة. هذه وغيرها العديد من سلسلة الكتب التي طورتها جامعات أكسفورد وكامبريدج والجامعات الغربية، وحتى المعاهد المهتمة المعنية بتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، سلسلة كبيرة جدا هي تفيد جدا في تعلم الكتابة، وهي أيضا تقدم وتعرض نماذج وتدريبات وتمارين التي تفيد الكتابة جدا.
أخيرا أعزائي وأحبائي، يجب أن نتجنب النسخ واللصق. من السهولة بمكان أننا عندما طلبنا أن نكتب مقال نرجع إلى النت وننسخ ونلصق منه. الاحتراز من النسخ واللصق في عداد المقالات العلمية والصحفية وغيرها هي ليس فقط منافية لأخلاقيات العلم، بل أيضا يجعلنا متكاسلين، لا نتعلم شيئا. يجب علينا أن نحاول إعادة كتابة أفكار الآخرين باللغتنا، ولن نلجأ إلى سهولة النسخ واللصق من الكتب والإنترنت، فلن نتعلم شيئا، وإنما نصبح ماذا نصبح؟ سارقين. زملائي، أنا أريد الآن أن أشارك معكم بعض التدريبات التي قمت بها في سكرين شيرينج. اصبروا معي قليلا. خذ راحتك واشتغل. قليلا، نعم، ايضا خذوا راحتكم قليلا، دقيقتين. نعم، فحسب. نعم. انا افتح الملف. هذا فترة الاستراحة يعني لشرب الشاي والقهوة. هذه المسألة أين هو؟ دقيقة. لا مشكلة، نحن جاهزين. لا لا، نعم، دقيقة أنا. لا مشكلة. تباطأ الكمبيوتر عندي. أنا أرجو من المشاركين أن تتناولوا الدفتر والقلم، ويمكنكم يعني التجاوب والرد والإجابة بشكل صحيح، وعليكم أيضا أن تستخدموا خانة الدردشة لكتابة الإجابة إذا سأل الأستاذ شيئا. دقيقة، أنا هذا لا يعمل يدي. دقيقة. في الجزء الأخير من المحاضرة سوف تكون هناك أبواب مفتوحة للتساؤلات والاستفسارات من كل المشاركين، وبعد ذلك إن شاء الله كختام لهذه الندوة نحن نفتح المجال لكل المشاركين أن يسجلوا انطباعاتهم ومشاعرهم ومشاركة تجاربهم إن شاء الله تعالى في نهاية المطاف. الوصل ان شاء الله. اي مبروك. الو. اي وصل. الوصل هذا مقروء. اي قبل التنكيه بعد التنكيه. نعم. اي عليك ان هذا بي بي تي ولا شيء؟ بي بي تي؟ هذا ليس بي بي تي، هذا في وورد فايل. اوكي. هل هذا مقروء؟ لا مشكلة. مكرو. واشنطن رويترز.
قراءة جدية لأن يستوغب هذا النص. عندكم نموذجان، هذا قبل التنقيح وهذا بعد التنقيح. حاولت في هاتين العبارتين كيف يمكننا بتغيير بسيط أن نجعل النص عربيا قحا بمزاج عربي فقط ببعض التغييرات البسيطة. عليك أن الجزء الأول فقط يعني يظهر في الشاشة، عليك أن ترفع قليلا قليلا يعني هذا النص. لا نعم نعم أوكي. نعم وزارة العدل وانتقلت إلى القطاع الخاص. أما ترامب نحن وصلنا إلى وأيضا أنهت المسؤولة الثالثة في وزارة العدل. أنا حلت المشكلة، كان عندي بعض المشكلة. إذا كان النص مقروءا ماذا أفعل هنا؟ أنا وضعت النصين أوكي، قبل التنقيح وبعد التنقيح. هذا النص إن وضع كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي صعبون ربما يؤدي إلى إطاحته لأنه أغضب الرئيس الأمريكي ترامب بأسلوب تعامله مع فضيحة اتهام موظف في البيت الأبيض بعنف أسري، وقد أدى هذا إلى استقالته، واستقال كذلك موظف آخر لهذا السبب نفسه. وأيضا أنهت المسؤولة الثالثة هنا يجب أن يكون عملها في وزارة العدل وانتقلت إلى القطاع الخاص. أما ترامب فبرر رفضه نشر مذكرة سرية أعد أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس ووصفها بأنها سياسية جدا وطويلة جدا، ودعا إلى إعادة صوغها بدرجة كبيرة قبل نشرها. وأفادت وكالة أسوسييتد بريس بأن تعامل كيلي مع ملف روب بورتر أغضب ترامب، وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي شك من أن كيلي لم يخبره في شكل مبكر على المزاعم التي تطابل بورتر، وأضافت أن ترامب محبط على محاولات كبير موظفي البيت الأبيض للسيطرة عليه. هذا النص لا بأس به، هذا النص مقبول، ولكن ربما ليس على المستوى المطلوب. ماذا فعلت؟ أنا فقط غيرت فيه قليلا. بات إن، أنا حذفت إن، بات كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي في وضع صعب قد يؤدي، ربما حذفنا ربما قد يؤدي إلى إطاحته، لأنه حذفنا بعدما أغضب الرئيس الأمريكي ترامب بأسلوب تعامله مع فضيحة اتهام موظف البيت الأبيض بعنف أسري. ما أدى وقد أدى، ماذا فعلناه؟ ما أدى إلى استقالته. وهنا مكتوب وأيضا وكما استقال، حذفنا كذلك وكما استقال موظف آخر لهذا السبب ذاته، لهذا السبب نفسي ذاتي لا فرق بينهما. فيما أنهت وأيضا هنا شوف، وأيضا أنهت المسؤولة الثالثة، ما لا خطأ فيه ولكن الأسلوب العربي الآن، فيما أنهت المسؤولة الثالثة عملها في وزارة العدل وانتقلت هنا، وانتقلت لتنتقل إلى القطاع الخاص. هذا هو الأسلوب العربي، باتا قد يؤدي، ما أغضب ما أدى وعيدا فيما لتنتقل. هذه الإضافات البسيطة هي التي أضفت على النص نكهة عربية في الكتابة الصحفية. أيضا وأفادت وكالة، هذا بسيط جدا. إلى ذلك برر ترامب رفضه نشر مذكرة سرية عندها أعضاء ديمقراطيون في الكونغرس، ووصف بدلا من ذلك واصفا إياها بأنها سياسية جدا وطويلة جدا، ودعا صحيح ولكن داعيا إلى يجعل النص أفضل إعادة صوغه قبل نشرها. من جهة أخرى أضفنا إلى
من جهة أخرى هنا لا أفادت وكالة، ومن جهة أخرى أفادت وكالة أسوسييتد بريس بأن أنا حذفت أغضب أثار غضب، أغضب صحيح لا بأس به، أثار غضب كلاهما جائز. وأشارت إلى أن الرئيس الأمريكي شك من أن كيلي لم يخبره في شكل مبكر على المزاعم التي تطالبه. أضافت أنا فعلت مضيفة أن ترامب محبة على إزاء، هذه فقط عندما كيف نجدها بالتعمق عند قراءة متعمقة، هذا هو الأسلوب الصحفي في هذه الأيام. نموذج آخر، كويكب من مر قلب الأرض بسلام، كاليفورنيا رويترز، أعلن علماء من الوكالة الأمريكية للطيران الفضاء إن كويكبا اكتشف أخيرا مر على مسافة 64,000 كيلومتر من الأرض، وهو ثاني انتقلت إلى النفس الثاني. نعم انتقلت إلى النفس الثاني. نموذج آخر، أوكي. وهو ثاني سيارة فضائية تمر داخل مدار القمر خلال أسبوع. وصرح بول تشوداس مدير دراسات الأجسام القريبة من الأرض أن مسار الكويكب جعله يمر قلب الأرض بسلام، وما كان هناك أي احتمال لحدوث تصادم. هذا النص أيضا لا بأس به، ليس فيه خطأ، ولكن نقرأ هذا النص المنقى. أعلن علماء من الوكالة الأمريكية للطيران والفضاء إن كويكبا اكتشف أخيرا مرة على مسافة كذا وكذا ليصبح، إضافة وهو ثاني صخرة ليصبح ثانية. ليه؟ هذا هو الأسلوب العربي الصحفي في هذه الأيام، تمر داخل مدار القمر. فيما صرح بول جوداس، وأيضا يمر قلب سلام، وما كان هناك أي احتمال. هذا كويس، ولكن دون أن يكون هناك أي احتمال لحدوث التصادم. الآن ننتقل إلى نموذج ثالث، وهذا كبير لا أقرأه تماما، وهذا نموذج لإحدى مقالاتي المنشورة على في صحيفة الرؤية، المقال الأخير، الأدب العربي المعاصر، التنوع والثراء. أنا قرأت هذا المقال أولا، وبعد التنقيح أنا غيرت. أنا بدأت الأول لمدة طويلة تصدرت مصر الحركة العلمية والأدبية الثقافية في العالم العربي، ولا غرو في ذلك، فقد كانت رائدة النهضة العربية الحديثة التي انطلقت بعد حملة نابليون على مصر في عام 1798، التي فتحت عيون المصريين على الحضارة الغربية الحديثة. ومن جهة أخرى أدت النشاطات التبشيرية الغربية في بلاد الشام إلى الاتكاء على الثقافة الغربية من خلال تأسيس مدارس وكليات وجامعات للتعليم الغربي، فوجدت الأرضية المناسبة للنهضة الثقافية في هذا القطر. أما بقية الأقطار العربية فقد تأخرت النهضة فيها لأسباب كثيرة، ولا نبالغ إذا قلنا إن مصر هيمنت على المشهد الأدبي والثقافي العالم العربي حتى نهاية الستينات من القرن العشرين، باستثناء لبنان وسوريا اللتان واكبتا مصر في التطور الثقافي والأدبي. وفوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل للآداب وضع الختم على ريادة مصر في الحقل الأدبي والثقافي. أنا لا أقرأ كاملا، نأتي إلى الأسلوب الجديد، وهذه النسخة منشورة. أنا غيرت قليلا، تعتبر مصر رائدة النهضة العربية الحديثة. لماذا؟ لأن هذا فيه جذبان، تعتبر مصر رائدة النهضة العربية الحديثة. البداية يجب أن تكون جاذبة، التي انطلقت بعد حملة نابليون على مصر التي فتحت عيون المصريين، ولمدة طويلة، أنا غيرت، تصدرت مصر الحركة العلمية والأدبية في العالم العربي، فيما كانت الحملات الحملات التبشيرية الغربية في بلاد الشام مفتاحها على الثقافة الغربية. هذا يبدو أجمل، تأسست مدارس وكليات، فوجدت الأرضية للنهضة الفكرية. أما بقية الأقطار العربية فقد تأخرت النهضة فيها لأسباب تاريخية عديدة، وبذلك بقيت مصر مهيمنة على المشهد الأدبي والثقافي في العالم العربي حتى نهاية الستينات، باستثناء لبنان وسوريا اللتين واكبتا مصر في التطور الثقافي والأدبي. وما فوزه، أنا كتبت وفوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل للأدب
وضع الختمة الأحسن هنا وما فوز نجيب محفوظ بإجازة نوبل للأداب إلا وضع ختم الريادة لمصر في الحقل الأدبي. هكذا رأينا أن هذا النص يبدو أحسن وأشمل وأقرب إلى الأسلوب العربي في الكتابة. هكذا في ننتقل إلى أسلوب آخر، كيف تكتب العبارات منسقة وتصوغها فكرا أنيقا. العنوان الأسرة في الإسلام، وهذا النص مأخوذ من كتاب العربية للحياة الجزء الثالث. فالعنوان هو الأسرة في الإسلام. النقاط الرئيسية: الأسرة في الإسلام أساس المجتمع، اهتم بها القرآن وأقامها الإسلام على العدل والإحسان وأحاطها بالبر والحب. هذه نقاط رئيسية أو خطوط عريضة سوف نكتبها أو نشملها في كتابتنا. إذن هكذا يبدو: بين الزوج وزوجتي سكن ومودة ورحمة، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وبين الآباء والأبناء احترام وتقدير واعتراف بالفضل، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير. لا تقوم العلاقة في الأسرة على المصلحة المادية أو على الربح والخسارة، وإنما تقوم على العطاء والرعاية. فالآباء يقدمون كل شيء في سبيل سعادة أبنائهم، وعلى الأبناء الطاعة والإحسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إن الإسلام يأمر بصلة الرحم ويأمر بالإحسان إلى ذوي القربى وإلى كل من تربطه بالأسرة علاقة قريبة أو بعيدة، وتمتد هذه الروابط حتى تشمل المجتمع كله، فالأسرة المسلمة متماسكة ومترابطة. مأخوذ من كتاب العربي للحياة من تأليف الدكتور محمود إسماعيل سيني. لاحظوا كيف أبرز الكاتب أهمية الأسرة في الإسلام، هذا موضوع خطير جدا، في قليل من العبارة، في 115 كلمة فقط، بالإشارة بالاستشهاد بالآيات القرآنية. هكذا باقتداء النماذج يمكننا تطوير مهارة الكتابة، وقد أخذت من وقتكم الكثير، يحلو لي أن أختم هنا بنصيحة لي ولكم جميعا، وهي كما قال الله سبحانه وتعالى: ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. إذا سعينا حقيقة لتحقيق المهارة في الكتابة فليس هناك مانع أبدا، هذه سنة إلهية، وإنك سوف تكتشف طرقا ومناهج واستراتيجيات لنفسك هذه ربما لا تكتفي بها، سوف تجد تشق طريقا لنفسك، لأنك عندما تعمل ذهنك وتعمل فيه بكل إخلاص إنك سوف تشق طريقك، وسوف تستعين بكل ما هو متاح في الكتب من المناهج والاستراتيجيات. وأخيرا: If there is a will there is a way. كلما كانت إرادة كان هناك طريق. إن شاء الله هناك طريق بالنسبة لنا جميعا، ونحن جميعا مخلصون لخدمة اللغة العربية. يسر لنا والله الله تعليم وتعلم اللغة العربية وخدمتها في بلادنا، وشكرا لحسن استماعكم. شكرا جزيلا للأستاذ، أنا أرجو منك إنهاء الشاشة، إنهاء مشاركة الشاشة. نعم أنا أنهيت. إذن وأنت أنهيت محاضرتك وأنهيت شاشتك، ولكن لا نريد إنهاء الندوة، وكل المشاركين ومعظمهم يعني في استعداد وجاهزية لأن يستفيد أكثر فأكثر من المحاضر المتحدث اليوم. سوف أستفيد من إن شاء الله. وأنا أرجو من زملائي المشاركين أن ترفعوا أيديكم، أنا سوف أفتح لكم ميكروفون. نعم. أولا أنا أدعو الدكتور محمد قطب الدين أستاذ مشارك من جامعة جواهر لال نهرو لأن
يشرفنا بمداخلته. ولي رجاء من الأستاذ الفاضل الكبير كي محمد بعد هذا، أنا أريد أن أستمع إليه. مثل هو أستاذ الأساطير يعني، ونحن كلنا نبجله. وكذلك الأستاذ صابر نواس، أنا ألتمس من الأستاذ الدكتور كي محمد أن يتشرف بكلماته القيمة أولا، وبعدين إن شاء الله سنفتح أبواب التساؤلات. على راحتك يعني. شكر الله، شكر الله، شكر الله تواضعك واحترامك. أنا أدعو أستاذ الدكتور كي محمد لأن يتفضل أمامنا أنا حقيقة أنا اي انا اثرت على اسمه ويعني موجود استاذ اوكي محمد رئيس قسم اللغه العربيه سابقا لجامعه كاليكوت، وكان استاذا في جامعه عصام، وبين المتحدث والاستاذ زماله ويعني تقرب اكاديمي وعلمي. وانا وأشكره أولاً على مشاركته الإيجابية الفعالة لكل هذه الأيام الثلاثة معنا، ثم أنا أود أن أستمع منه. فضل يا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عليك أن تتقدم إلى الشاشة قليلاً. أوكي قليلاً أو إيه نعم ما شاء الله. إيه يسعدني جدا انني تمكنت استماع المقاله التي قدمها زميلي القديم وصديقي الحميم دكتور مجيب الرحمن حول موضوع الكتابه، وهو يعني انتم لا تعرفون عن معلوماته اللغات الاخرى. هو استمعتم إلى مقالته في اللغة العربية، وهو بليغ في اللغة الإنجليزية وأفصح منها في الأردنية أيضا يعني. كلا وهو يلقي محاضراته في لغة فصيحة بليغة جذابة. هذا هو يعني مجيب الرحمن، وهو حتى في مشغولاته اللخمة هو يعني يقضي أوقاته في الكتابة والقراءة يعني كما فهمتم من مقالاته. أيضا أنا يعني أنا أندهز هذه الفرصة لشكري منسق هذه الندوة التي استفدت كثيرا في الأيام يعني في ثلاثة أيام. هذا هو اليوم الثالث، قد استمعنا إلى الأساتذة الكبار مثل دكتور مجيب الرحمن من جامعة إسلامية، جامعة ملية إسلامية، ثم حبيب الله خان والآخر من جامعة إسلامية بعلي قرى، وهكذا. يعني أنا لا يعني أريد أن أطيل يعني كلامي، فقط يعني بعض الإشارات إلى الشباب. مثلا يعني تعلم اللغة ممارسة واستعمال واتصال، يعني تقدم ذكره في المقالة، ليس على كمية الدروس التي يلقنها أو على عدد الصفحات التي يقرأها والمفردات التي يستظهرها فحسب، دون أن تطاح له ممارسة اللغة المنطوقة والمكتوبة ممارسة فعلية في حياة الواقعية، وإندلاق في هذا المفهوم كان لابد من توفر سلسلة من الكتب تتمشى في تلك النظرة الحديثة في تعليم وتعلم اللغة العربية. ينبغي أن يتدرب الطالب على تنمية ثروته اللغوية في المفردات والتعبيرات الاصطلاحية كما يعني أشار إليها
يعني بالتفاصيل الأخ دكتور مجيب الرحمن. فقط أنا أريد إضافة نقطة واحدة، هذا نسبة للبرامج التلفزيونية العربية. كنا نحن نشاهد في التلفزيونات العربية مسلسلات أدبية، الحركات الأدبية مسلسلات حول الأدباء. وكنا عندما كنا نقيم دورة تنشيطية في جامعة كاليكوت كنا نعرض هذه المسلسلات مثل جمال الدين أفغاني، كان لغتها جذابة فصيحة، ويعني مع المصطلحات العربية الجميلة التي قد استفاد المشاركون كثيرا، ربما بعض المشاركين موجودون هنا. فقط مثل هذه البرامج التلفزيون برامجات التلفزيونية كما أشار إليها الدكتور الدكتور مجيب الرحمن، يجوز على الشباب أن يكتبوا ملخصات في كراستهم، ملخصات حول هذه الحلقات، تستمر هذه الحلقات إلى 30 يوما مثل هذا، التي تشير وتبين العناصر المهمة في الحركات الأدبية مثلا. فقط بهذا الكلام أنا أخذت قد تأخر الآن أيضا. أنا أشكر المسؤولين لتهدي هذه الفرصة، وأيضا أنا مسرور جدا لاستماع مقالة مجيب الرحمن، ولو كان من بلاد بعيد بالرياض. هذا بث مباشر من الرياض، من المملكة العربية السعودية، المتحدث الرسمي للمملكة العربية. ايوه انا ايضا متخرج جامعة الملك سعود بالرياض. حصلت دبلومة في تدريس اللغة العربية لغير قاطعتنا بها للتخصص. أجمل ظهور من الرياض. أيوة. أنت أجمل ظهور من الرياض. أيوة. أشكركم جزيل الشكر، أشكر جميعكم لتهدي هذه الفرصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، خصوصا للأخ مجيب الرحمن وأسرته. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ. أنا أنتظر التجاوب من المتحدث، أو تعليق أو تجاوب أو شيء كهدية أو تعليقا للأستاذ كمحمد، من فضلك مجيب الرحمن. نعم، شرف لي بعد مدة طويلة استمعت إلى كلامه، وكان أحلى زميل، وكان كريما وشفوقا وعطوفا ومرشدا ومربيا، ولا أستطيع أن أصف المشاعر العميقة التي أحسها في نفسي نحوه ونحو أسرته. وكنت مثل عزبا في عائلتي، ولا زلت وما زلنا على التواصل، و يسرني أن أراه في صحة جيدة، لا يبدو أن عمره تجاوز 70، ونشيط جدا ونشيط. في الأربعين شباب. نعم، يبدو كأنه في الأربعين. وأيضا نشر مقالا حول تجربة تعليم اللغة العربية في إحدى الجرائد العربية، فله باع طويل فيها، خدمات مشكورة جدا في تعليم اللغة العربية، وهو الذي نبهنا إلى استخدام هذا الكتاب العربية للحياة، وجعل هذا الكتاب جزءا من المقرر الدراسي في جامعة سيلتشر بأعصاب. والمنهج الذي تبعناه هنا منهج مبتكر وأفاد كثيرا، وخلق هنا جوا من اللغة العربية، وإن كان الأساس ضعيفا فهناك إشكاليات كثيرة في المناطق المتخلفة. فشكرا له، وأنا طبعا أشكره على ملاحظاته والكلمات الرقيقة التي أداها تجاهي. شكرا جزيلا له. نعم، أنا أرجع إلى الأستاذ قطب الدين، محمد قطب الدين، أستاذ مشارك مركز الدراسات العربية والإفريقية
جامعة جواهرلال نهرو فليتفضل أنت انتظرت انتظار الكريم. قطب الدين تفتح الميكروفون. عندي الزمام عندي؟ نعم الآن الآن. نعم. إيه إيه إيه. نعم شكرا شكرا للأستاذ صابر نواس. شرف كبير لنا أيضا للاستماع إلى المحاضرة القيمة التي ألقاها الأستاذ الدكتور مجيب الرحمن زميلنا الفاضل في جامعة جواهرلال نهرو. فدعني أقول أن هذه المحاضرة هي مسك الختام للأيام الماضية الثلاثة. ليس لي سؤال، فقط أردت أن أشارك مشاعري تجاه هذه المحاضرة القيمة في موضوع في موضوع مهم. فيعني ألقى الأستاذ محاضرة حول مهارة الكتابة، كيف نستطيع أن نكون ماهرين في الكتابة. فإن هذه المحاضرة أحاطت كل ما يلزم لكتابة المقالة، وكما أشار الأستاذ المحاضر إلى أن نقرأ ونقرأ قبل أن نريد أن نكتب. فمثل هذا في مكان أنا قرأت عن توفيق الحكيم أيضا، إنه أيضا كتب أن مشكلة هذا الجيل هي أن هذا الجيل يريد الثمر قبل غرس الشجر، وهو كان يتحدث عن سياق الكتابة. يعني هو كان يقول أن هذا الجيل يكتب ويكتب ويكتب، كما قال الأستاذ المجيب الرحمن علينا أن نقرأ نقرأ ونقرأ، ولكن بالعكس نحن نكتب ونكتب ونكتب ولا نقرأ إلا قليلا. فهذه أعتقد أن هذه المحاضرة إكسير لنا للأساتذة والطلاب أيضا. وأعتقد أن في هذه المحاضرة الافتراضية، الندوة الافتراضية، نحن المشاركين أساتذة وطلابا، فعلينا أن نتجه إلى قراءة الكتب لا إلى الدردشة على واتساب وعلى فيسبوك وعلى التطبيقات الأخرى. لأن في هذه الأيام نحن نشوف ونحن نرى أن يعني نحن نكون معلقين على فيسبوك وكذلك على واتساب وعلى التطبيقات الأخرى، ولكن نحن كأساتذة علينا أن نكون مهتمين بكتاب بقراءة الكتب لا بقراءة فيسبوك ولا بقراءة واتساب دائما. فهذه مشاعري تجاه هذه المحاضرة، محاضرة الأستاذ. نحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يسلمك ويبارك في علمك لكي نستفيد المزيد المزيد في المستقبل إن شاء الله. وشكرا. شكرا دكتور. دكتور صابر لملاحظة. بالنسبة لي شكرا زميلي الدكتور قطب الدين، أنت قلت يضيعون الوقت في الدردشة. تجربتي الشخصية هي أنا استهلكت كثير من الدردشة. أنا أراسل كبار الكتاب، وإذا جمعته في كتاب ربما تكون في كتب. هذه الدردشات تكون طويلة جدا، وانتفعت بها كثير، استفدت منها كثيرا في تطوير الكتابة، لأن عندما يكتبون وتكون عربيتهم حول الكتاب حول الكتاب، وساعات طويلة في الليل ونهارا نحن نراسل كذا. أنا ساعدني هذا في تطوير المهارة. إذا تستخدمون الفيسبوك اكتبوا باللغة العربية السليمة، تستخدمون الواس اكتبوا باللغة العربية السليمة، هذا يفيدنا. هذه أدوات جديدة، وسائل جديدة يحسن بنا استخدامها بطريقة
بطريقة مثلى. طبعا قراءة الكتب لا غنى عنها، ولكن هذه الوسائل يمكن أيضا أن تفيدنا في تطوير الكتابة. شكرا. شكرا. أنا أرجو من الأخ الزميل دكتور كمر شعبان، وهو أستاذ بقسم اللغة العربية بجامعة بنارس الهندوسية، لأن يتشرف أمامنا بتعليقاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نثمن جهود القائمين على هذه الندوة الافتراضية لاختيار الأستاذ الفاضل مجيب الرحمن للحديث عن هذا الموضوع المهم لطلاب اللغة العربية والمهتمين والمشتغلين بالمعارف والثقافة كذلك، لأن الأستاذ مجيب الرحمن شخصيته تجمع بين التطبيق، بين القيم التطبيقية والقيم التنظيرية كذلك، بعمق ودقة وممارسة وحنكة ودربة. إنني استفدت منه شخصيا كثيرا عندما كنت في جامعة جواهرلال نهرو، لأنني أكملت رسالة الدكتورة كتبتها تحت إشرافه. أما محاضرته هذه، لقد تناول الأستاذ بالذكر الجوانب الأساسية المهمة لتطوير أو تطور مهارات الكتابة، من أهمها التمكن اللغوي والقراءة المتأنية للكتب، وكذلك الاختزان بكم هائل من المصطلحات والكلمات والتعابير، وكذلك حفظ النصوص والقيم الكتابية والمعرفية الأخرى. ليس لدي سؤال طويل، فقط هناك، لقد أشار الأستاذ في تطبيقاته إلى الأساليب. لابد أن نتعرف على الأساليب الكتابية المختلفة، لأن الأسلوب الكتابي للصحافة طبعا يختلف عن الأسلوب الكتابي للكتابة الأدبية، للإبداع، للكتابة الإبداعية، وكذلك الأسلوب الكتابي للبحث العلمي طبعا يختلف عن الأسلوب الكتابي الإبداعي. فنظريا ما هي الأساليب المختلفة؟ كيف نختار أسلوبا يختلف عن أسلوب كتابة مجال آخر؟ هذا فقط سؤال صغير بالنسبة لهذا الموضوع، وشكرا لكم. شكرا لإمامك ومشاركتكم معنا. نعم تفضل أستاذ. شكرا عزيزي دكتور قمر شعبان، هذه ملاحظة مداخلة وجيهة جدا، وجيهة تماما جدا. طبعا الأسلوب الذي أشرت إليه هو أسلوب صحفي، وهو أحد الأساليب الكثيرة المتبع، ونحن أكاديميون، نحن نعمل في مجال العلم والكتاب والكتابة الأكاديمية. الكتابة الأكاديمية تختلف عن الكتابة الصحفية، حيث في معظم الأحوال نحن نتعامل مع الكتابة الصحفية، نقرأ الصحف للاشتغال في السوق، وندرب طلبتنا على تعلم الكتابة والنطق أيضا، فنركز على اللغة الصحفية. هو صحيح في ملاحظته أن هناك أساليب كثيرة. الأسلوب العلمي يختلف تماما، علينا أن نتبع الأساليب في محلها. إذا كنا نكتب في كتاب، نكتب كتاب، نؤلف كتابا، هنا لا يمشي أو لا يجوز الأسلوب الصحفي، هنا الأسلوب العلمي. فالأساليب تكون في محلها، وأنا فقط ركزت على هذا الأسلوب الصحفي لأن معظم تعاملنا. ولكن النقطة المهمة هي لابد أن نقرأ كتب العربي، كتب العرب، الكتب التي ألفها العرب، لاستقائي أو لاستلهام الأسلوب من هذه الكتب، سواء كان الأسلوب علميا أو كان إبداعيا. بالنسبة للإبداع، الكتابة الإبداعية، وهذا موضوع آخر تماما. الإبداع ما هو؟ كتابة القصة، الشعر، والرواية، والمسرحية، هذا يدخل ضمن الإبداع، وأيضا قد يكون خواطر وإنشاء أيضا ضمن الإبداع. هو شيء، الكتابة الإبداعية موهبة، والكتابة الصحفية هي اكتساب، قد تكون موهبة أيضا ولكن في معظمها اكتساب.
إذا لم تكن موهوبا لن تكون كاتبا. كلا أنا أؤمن إذا لم تكن موهوبا لن تكون كاتبا. أنت لن تكون شاعر ولا تكون كاتبا، حتى وإن كنت كاتبا لن تكون ناجحا، فإنها موهبة من الله. فالكتابة للداعية، هناك سؤال، أنا لماذا أثير هذه النقطة؟ هناك سؤال من عبد الحكيم، هو سأل في خانة الدردشة، هو سأل أستاذي لماذا المشهد العربي الهندي غائب فيه، غائب عنه الكتابة الإبداعية؟ هذا سؤال وجيه، وإجابته أن اللغة العربية في الهندي لم تكن لغة إبداع. نحن تناولنا، نحن اكتسبنا هذه اللغة كلغة علم وتاريخ وفلسفة كذا وكذا، ولكن ما تلقينا اللغة العربية كلغة إبداع. إذا ولد هندي من أم عربية سوف يولد مبدعا. وأيضا هناك المبدعون، هناك الآن ينشأ جيل من المبدعين ينشرون قصص، في ربما يكون في الأيام القادمة بعض الروايات والقصص أيضا، حتى الآن لم ينتبهوا إلى هذا، لأن الإبداع يقتضي اللغة الأصيلة، يجب أن تكون الناطق الأصيل للغة. وإذا كانت اللغة عندك متكلفا فيها فلن يتأتى، لن يصدر منك إبداع. هذا هو السبب، رغم وجود عدد كبير من العلماء، علماء اللغة العربية، لم ينتبهوا إلى الإبداع. وأيضا الإبداع لم يكن محل نظر، محل اهتمام العلماء الهنود. الآن ربما هؤلاء الشباب سوف يبدعون أدبا في القصة والرواية إن شاء الله، سوف نعمل. شكرا جزيلا لهذه التوجيهات المفيدة النافعة. نحن نرجع مرة أخرى إلى جامعة أعصاب، جامعة سيلشر، وأنا أدعو الأخ الفاضل دكتور مستفيز الرحمن. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. كما سمعنا محاضرة الأستاذ مجيب الرحمن، استفدنا استفادة تامة حول هذا الموضوع المفيد الثمين في الوقت الراهن. فهناك أنا أريد أن أعرف من الأستاذ، كما أنت مضيت سنوات هنا في هذه المنطقة شمال شرق الهند، وكما أنت تعرف جيدا حول المكتبة أو المصادر المرجعية متوفرة، كما أنت تعرف هناك بسبب المنطقة المتخلفة، ومكتبة هنا ليست رئيسية أو لا نجد هناك مصادر متوفرة. وحينما أنت تقارن من هذه المنطقة أو من هذه الجامعة وجامعة في جامعة جواهرلال نهرو أو جامعات أخرى في دلهي، هناك تسهيلات كثيرة بالنسبة للمواد المتوفرة في المكاتب عديدة، هناك ذخائر كبيرة. فما هي المشكلة واجهت في كائنا هنا في هذه الجامعة، وبعد ذهاب هناك ما هو الفرق بين هاتين الجامعتين أو هذين الموضعين؟ فهذه هي النقطة أنا أريد. شكرا، جزاك الله خير. شكرا لمشاركتك أيضا، وهو دائما الحضور في المؤتمرات الافتراضية. شكرا الأخ الفاضل مستفيد الرحمن. طبعا أنا أعلم الأوضاع هنا الاجتماعية والثقافية وغيرها،
في هذا المنطقة، منطقة متخلفة جدا، وأنا ما زلت أستحضر الحب العميق الذي أغدقوه هو علي أهل سيلتشر، أحبوني كثيرا، ولكن كنت مضطر تركت هذه المنطقة. الفرق بينهما كبير والكل يعلم أن الطلبة الذين يأتون يلتحقون بالجامعة مستواهم ضعيف جدا، مستواهم اللغوي ضعيف جدا، هذه المشكلة الكبرى. أما طلبتنا هنا في جامعتنا فكلهم خريجوا المدارس الدينية، وهؤلاء الخريجون يكون على مستوى عالي من الثقافة اللغوية والخبرة اللغوية والتمكن اللغوي، وبعض الأحيان هم أفضل من الأساتذة. نحن نعترف بعض الطلبة متميزون جدا. أنا أعرف طالبا يكتب عربية فصيحة جدا، وأتى إلي بقصة قرأتها، أنا قلت لا تستطيع أن تكتب هكذا. سيدي أنا كتبت الليلة الماضية، وفعلا وكتب، وأنا لم يكن لي مجال للتصحيح. فأنا أقول هؤلاء المادة، المادة هي مادة دسمة مسبقا، والذي نعمل في من ناحية التنقيح والتحسين والتطوير هو قليل جدا. هم يأتون مطورين يطورون أنفسهم، البيئة الجامعية هنا هي غنية جدا، هي التي تطورهم وتتكفل تطويرهم ونماء شخصيتهم الفكري والثقافي. هذا هو الفرق بين هاتين المؤسستين. إذن ماذا نستطيع أن نفعل؟ الجامعة جامعة جواهرلال نيرو هي تستقطب أفضل الطلاب من كافة أنحاء العلم بناء على امتحان الدخول التنافسي. بإمكان هذه الجامعة أن تستقطب وتجذب أفضل المواهب، فهم موهوبون وهم يمتلكون مقدرة لغوية. ماذا نفعل؟ فقط نعلم قليلا من الإنجليزية ونرشدهم إلى بعض الكتب ونحاضر ويستفيدون بأنفسهم. هذه الحقيقة، أن بعض الطلاب عندنا يستغنون عن الأساتذة، وربما لا يقولون، هم طلبة متميزون وهم أحسن أخلاقا لا يقولون ذلك، ولكن أساتذة يجب أن نعترف أن دورنا قليلا، وإن كنا نسعى بكل جهدنا أن ننميهم وننمي شخصيتهم. على كل حال هذا هو الفرق. فالأساس عندنا قوي جدا، الأساس في هذه المنطقة ضعيف جدا. إذن ماذا نستطيع أن نفعل في منطقة مثل سيلتشر كهذه؟ نعم، يمكن أن نعمل على تحسين المستوى، رفع المستوى على مستوى الكلية، لأن الطلبة في مرحلة البكالوريوس يكونون ضعفاء، فإذا عملنا تنشيط ورفع مستوى والتمكين لغوي عندهم في مستوى الكليات، ربما يأتون إلى الجامعة، ونركز على تنميتهم اللغوية والثقافية والفكرية والعلمية بطرق عديدة، ربما يكون الوضع أفضل، ولكن لا موازنة بين هذا وذاك. هذا هو الفرق، وأنت تعلم. شكرا. الجامعتين طموحات وتمنيات يعني لتطوير إن شاء الله كلها. نعم. كل هذه الوسائل يعني موصولة إلينا أيضا إلى أهل كيرلا، يعني علينا أيضا أن نطور أولاءنا التعليمية ومستوى الأكاديمي إن شاء الله لدى الطلبة، سوف تفيد مثل هذه الدورات والمحاضرات إن شاء الله لتطوير وتحسين أولاءنا. أنا أرجو من الأخ الفاضل بلال جندل من الجزائر ضيفنا اليوم، وكان معنا مشاركا ومستمعا إلى المحاضرة. الأخ الفاضل بلال جندل، وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا لانضمامك معنا اليوم، الله يشكرك ويطول عمرك. عليك تفضل. شكرا أستاذ، أهلا ومرحبا بجميع المشاركين، تحية خالصة إلى الأستاذ حبيب رحمن. معذرة بلال، هناك مشاكل تقنية، نحن لا نكاد نفهم ماذا تقول. الصوت غير واضح.
أريد أن أتوجه بالسؤال إلى الأستاذ. أوكي. سرعة مباشرة إلى السؤال. نعم، هو عبارة عن سؤال وتعقيب فقط على ما تفضل به الأستاذ الفاضل. عندما تحدث عن قضية الموهبة، أن الإنسان لا يمكنه أن يكتب، يعني سواء شعرا أو مثلا من قصص وغيرها، إلا إذا امتلك الموهبة، أي أن الكتابة في معادلتها متكونة من الموهبة زائد الممارسة. ويذكر أستاذنا الفاضل لما تكلم الجاحظ عن سحيم عبد بني حسحاس وكان أعجميا، قال أنه لو مكث في عليا تميم وسفلى هوازن ما مكث فإن الهجمة لا تفارقه. ابن خلدون تحدث عن قضية الملكة اللغوية، ألا ترى أستاذي الفاضل أن الموهبة؟ شكرا لهذا السؤال الجميل. يعني هذا الفرق بين الموهبة والممارسة، والله رب مثلا لهذا أستاذ ابن خلدون. يعني نعم، ربما فهمت سؤاله قليلا عندما قلت أن الشعر موهبة والقصة موهبة، ولا يمكنك أن تكون شاعرا إن لم تكن عندك موهبة. وأنا لما أقول أن الذي لا يولد في لغة لا يستطيع يكتب الشعر، هناك شعراء عاجم تميزوا في الشعر في العالم في العصر الجاهلي ومن بعد، وهناك الفرس الذين برعوا في الشعر، فليس من الضروري أن تولد عربيا لتكون شاعرا. المهم أنا أقول أن الشعر موهبة، وقد تكون شاعرا ولكن لا تتميز في الشعر إن لم تكون عندك موهبة شعرية، وقد تكون كاتبا أيضا ولكن لا تتميز إن لم تكن عندك موهبة. أما الكتابة العادية الصحفية وغيرها فهذه ملكة يمكن تطويرها بالممارسة وبالخبرة والممارسة. هذا ما قلت وليس فيه تناقض في رأيي. شكرا، أنا هذه مداخلة قيمة جدا. شكرا أستاذة. وأنا أدعو الأخت الفاضلة دكتورة زرنيجر من جامعة جواهرلال نهرو، كانت معنا مشاركة فعالة لكل هذه الأيام الثلاثة، وأنا أرجو من حضرتك أن تطرحي تعليقاتك أيضا وانطباعاتك أيضا عن الورشة التدريبية. تفضلي. دكتورة زر، ميكروفون مفتوح. نحن ندخل إلى المرحلة الختامية أيضا لهذه الدورة، وأنا أدعو كل المشاركين أن يعني تقوموا أن يقوموا ب يعني مشاركة تجاربكم وانطباعاتكم إن شاء الله مع الأستاذ مجيب رحمن وكل المنسقين، يعني إن مدراء هذه الكلية أيضا موجودين. وأنا أدعو الأستاذ الدكتور محمد أجمل من جامعة من نفس الجامعة، هذا اجتماع لهيئة التدريس لجامعة جواهرلال نهرو، كل المدرسين تقريبا موجودين. محمد أجمل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم أنا أنتهز هذه الفرصة. أولا أنا أريد يعني أن أوجه أماني وتهنياتي إلى منظمي هذه الندوة الافتراضية الذي استغرقت 3 أيام، ولقد استفدنا كثيرا من جميع المحاضرين لليوم الأول. يعني في اليوم الأول الأستاذ حبيب الله خان والبارحة يعني الأستاذ ثناء الله الندوي، اليوم الأستاذ مجيب الرحمن. إننا يعني استفدنا كثيرا من جميع المحاضرين الذين قاموا بإدلاء محاضراتهم في مواضيع تخص بهم. أولا يعني اليوم الأول للأستاذ حبيب الله خان، إنه قد قام بإلقاء محاضرة قيمة، يعني كيف يعني نترجم. هناك كثيرا من الطرق والمبادئات إنه قد علمنا، و
استفدنا كثيرا وتعلمنا بها. والاستاذ ثناء الله الندوي حفظه الله تعالى انه ايضا قام بإدلاء محاضره جيده مفيده ممتعه جدا. واليوم الاستاذ مجيب الرحمن يعني كنت مشيقا متشوقا, واليوم يعني كنت انا انتظر من الساعه الثانيه, ولكن من الاسف كنت في يعني عمل خاص يعني شخصي, لذلك لم اتمكن من الحضور في الوقت المحدد في الميعاد, ولكن تاخرت بعد يعني 15 دقيقه انا عند ممطو الندوه. من ذلك الوقت حتى الان يعني استفدت كثيرا, استمعت اليه, استفدت كثيرا من الاشياء والمبادئ والاساسيات التي يعني وجه الاستاذ اليها كي يعني نتعرف عليها. كنا لا نعرف, انا شخصيا كنت لا يعني لا اعرف, فانا يعني استفدت كثيرا وان شاء الله انا وكذلك استلهمت, وانا ان شاء الله في الايام السابقه في الايام في الايام المقبله عندما انا اريد ان اكتب شيئا, فهذه المبادئ التي قام بالاشاره اليها انا اقوم بها. وكذلك انا اريد ان اهنئ لتنظيم هذه الندوه الافتراضيه للدكتور صابر نواس, ووجه الشكر والشكر الجزيل والامتنان الى جميع المحاضرين في هذه الندوه الافتراضيه, واشكركم جزيلا لاتاحه هذه الفرصه لكي اني انطق شيئا من المشاعر والابتكارات في هذه المناسبه, وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. شكرا دكتور محمد اجمل على هذه المشاعر الطيبه الصادقه. انا ادعو الاخت الفاضله نجيمه الرمضاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشكر الاستاذ على هذه المحاضره القيمه التي تفتح المجال للمناقشة واستفسارات مهمة, وكما أشكر الطاقم المسؤول على هذه المحاضرة وعلى مجهوداتهم القيمة. أولاً تحدث الأستاذ عن الكتابة الإبداعية كالشعر والقصة والمسرح والرواية, أظن أنها موهبة, ولكن في الموهبة وخيال, لكن تلك الموهبة لن تصقل إلا بالقراءة, والقراءة منذ الصغر لها تأثير صحيح. كبير على الكاتب او الانسان بصفه عامه للكتابه مستقبلا. كما انا يعني اكتب الشعر والمسرح واكتب في القصه والروايه, لكن في البدايه في طفولتي لما اكون اتمكن من الخطوات المنهجيه للكتابه فاكتب فقط ما يدور في خيالي او فكري فيما بعد في الدراسات العليا الجامعيه الاجازه والمستر وحاليا دكتوراه, اكتسبت لغة مهمة التي نحتاجها في هذه الكتابة. والسؤال الذي ستوجه به إلى الدكتور والأستاذ الفاضل, كيف يمكن لهذه الموهبة أن تسقل إذا كانت هناك قراءة مهمة للكتب المختلفة, كيف يمكن جمع تلك المادة وتوظيفها في الكتابة الإبداعية؟ وشكرا جزيلا لكم على هذه المحاضرة القيمة. وأيضا أنا أرجو من حضرتك أن تتعرفي بنفسك. طالبة باحثة بسلك الدكتوراه بكلية الآداب بوجدة جامعة محمد الأول, تخصص آداب اللغة العربية وعلومها مفاهيم وقضايا. أستاذ من الجزائر؟ لا, المغرب. مغرب, إيه ما شاء الله ما شاء الله. شكرا جزيلا لك. شكرا يدي. على هذه نعم المداخلة الوجيهة جدا. بالنسبة هذا خارج موضوعي, أنا لما أتحدث عن الكتابة الإبداعية على كل حال سوف أحاول أن أستجيب لسؤالك وأجيب على سؤالك كيف يمكن أن نصقل. فطبعا القراءة لا غنى عنها, القراءة, وأيضا إذا كنت شاعرة أو إذا كان أحد شاعرا يجب عليه أن يقرأ شعراء القدماء والقدماء والمحدثين. اولا يجعل في نفسه او في نفسها ماده من التراث الابداعي القديم شاعرا او هكذا, وايضا الصقل عن طريق الممارسه. وايضا عندنا هناك نظام كان في السابق, كانوا عندما كل ما يقولون قصيده يقولون شعر,
كانوا يرجعون إلى أستاذ للتصعيد. أنا لا أدري هل هذا النظام موجود في العالم العربي الآن؟ فكل شاعر تربى على شاعر على أستاذ، وهذه المنهجية وهذه الاستراتيجية كانت مفيدة جدا، وما زال الشعراء عندنا يتتلمزون على شعراء آخرين وهكذا يصقلون موهبتهم. فتسقيل الموهبة لها استراتيجيات، لها مناهج ولها طرق، وكل يعمل على حسبه، ولا غنى عن القراءة الواسعة. إذا الأفكار هي التي تفتح قريحتك، إذا أنت لا تقرأ فأنت مغلق الذهن، ذهنك مغلق وفكرك مغلق وأنت لا تنفتح، والأبيات التي تقولها وتقولينها هي تكون سطحية لا تؤثر كثيرا. الذهن الواسع إنما هو نتيجة القراءة الواسعة، فالقراءة الواسعة وأيضا احتكاك المبدعين الآخرين وأيضا والتواصل معهم والاقتلاع معهم، وأيضا التتلمز على كبار المبدعين، كل هذه استراتيجيات قد تكون مفيدة، وهي ليست محددة، قد تختلف من شخص إلى آخر، وهذه معلومة أيضا. وكونك شاعرة ربما تعلمين كل هذه الاستراتيجيات، وإن كان هذا خارج نطاق محاضرتي لأنني تحدثت عن الكتابة لا عن الكتابة الإبداعية، الكتابة العامة بما فيها الكتابة الصحفية والكتابة العلمية وغير ذلك. وأنا أشكرك على هذه المداخلة الوجيهة وشكرا. شكرا للأستاذ مجيب الرحمن، وشكرا للأخت الفاضلة نجيبة الرضواني من المغرب. وأنا أرجو من الأستاذ أبو بكر إيبي أن يتفضل. أبو بكر إيبي، وأيضا أرجو من الدكتور ثمامة فيصل. السلام عليكم. عليك أن عليك أن تسكر المروحة، عليك أن تغلق المروحة. طيب أبشر. هذا بيسرى جنريتر مولد كهرباء، يعني لولا كبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. هل صوتي مسموع وواضح؟ نعم نعم. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أود أن أشكر أستاذنا وقدوتنا الدكتور مجيب الرحمن على إلقاء هذه المحاضرة الرائعة الجميلة القيمة. والحقيقة يا أستاذ أننا تناولنا اليوم أيضا وجبة دسمة، بل تناولنا اليوم وجبة أكثر دسامة ولذة، وجبة يعني موفورة النكهات والبهارات، ووجبة منكهة بنكهة أدبية ذكية طيبة. لقد استمرأناها واستسغناها والحمد لله، وهذه هي نفس النكهة الأدبية التي نجدها في كتاباتكم الأدبية دائما. جزاكم الله خيرا لإلقاء هذه المحاضرة الطيبة القيمة. وأنا بهذه المناسبة أود أن أتقدم بأسمى آيات الشكر والامتنان للدكتور سعادة الأستاذ الدكتور صابر نواس وفريقه النشط لتنظيم هذه الدورة التدريبية، وشكرا لكم جميعا من أعماق القلب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك على هذا المشاعر. أنا أرجو نحن ندخل إلى 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 ختام الندوة. أرجو من الأخ الفاضل مصطفى العادل، عليك أن تختصر بنصف دقيقة يعني 30 ثانية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله جميعا. مصطفى عادل من جامعة محمد الأول شرق المغرب. حيا الله أستاذ الكريم مجيب الرحمن على هذه المحاضرة القيمة المباركة. لدي تفاعل فقط مع المستمعون الأكارم، سواء كانت إبداعية أو علمية، تأتي في لحظات ولا تأتي في جميع اللحظات. أحيانا تنام في الليل وتستيقظ وتخطر ببالك فكرة لا تخطر ببالك في لحظات أخرى، وبالتالي على الباحث أو الكاتب أن يغتنم هذه اللحظة ليدون هذه الفكرة. إذا لم يدونها أحياناً يعني في الغد أو في الأيام الأخرى يبحث عنها. ما
معذرة مصطفى، هناك مشاكل في الصوت، مشاكل في الصوت. دعه دعه يكمل هو. نعم أنا أحاول أن أستمع. نعم تفضل. لا انقطع انقطع تماما يعني. عفوا حاضرة للأخ مصطفى العادل، نحن ندري ونفهم مشاعرك وأحاسيسك، لكن مهمة جدا لأنها تأتي في لحظات تخطر ببالك أفكار للكتابة لا تعود في مرة على شكرا. وصلني صوتك متقطعا، ولعلي فهمت مقصودك أنك تقول الفكرة عندما تطرأ في لحظة ويجب أن ندونها في تلك اللحظة، سواء كان شعر أو مقالة أو شيء. طبعا أنا أشرت إليه، كلنا يعمل هكذا، الفكرة هي المهم، سواء في شعر أو في مقالة أو في شيء آخر. كل ما تطرأ الفكرة تأتي الفكرة، نحن نجلس وندون في لحظة ذاتها، وإلا تتلاشى. ضروري هذه استراتيجية مهمة، كلما إذا كنت كاتبا كلما طرأت عليك فكرة تجلس أنت وتدونها في تلك اللحظة، وإلا ربما تختفي. فهذه ملاحظة مهمة جدا. وأنا أرجو من الأستاذ الفاضل محمد قاسم عادل من جامعة دلهي أن يتفضل بتعليقاته ولأن يسجل انطباعاته، كان معنا في كل الأيام. قاسم عادل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك. جزاكم الله أحسن الجزاء يا القائمين على هذه الندوة، هذه الورشة التدريبية، وخاصة للأساتذة كلهم الذين قاموا بإلقاء محاضرات قيمة ممتعة راعية. الحمد لله قد استفدت كثيرا كثيرا، وأنا أسأل الله أن يحفظهم ويبارك فيهم وفي خدماتهم. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ سعيد الرحمن من كولكاتا. دكتور سعيد الرحمن. سعيد الرحمن. اي تتحدث. اي سعيد الرحمن. لا هناك مشكله يا التقنيه يعني. الدكتور ابو تراب. دكتور ابو تراب. دكتور رياض احمد من كشمير. ايه تفضل تفضل رياض. نحن في كيرلا انت في كشمير. هذا مفهوم الهند، هذه فكرة الهند. تفضل رياض. دكتور رياض. ايه يرفع صوتك قليلا. اوكي لا 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 يجيء الينا الصوت. ونحن نريد ان نسدل ستار هذه الدوره التدريبيه في هذه الاونه المتاخره بحضور كبار الاساتذه والمدرسين، ويعني دكتور محمد عابد من جامعه كاليكوت من كليه فاروق هو الذي يتجول باسهاماته الادبيه في كل اقطار الارض، في قطر، في السعوديه، في المغرب. دكتور محمد عابد. دكتور محمد عابد يو بي. فيصل أنام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معكم فيصل نعم، باحث يمني في جامعة كيرلا في قسم اللغة الإنجليزية. أهلا بك، أنت شرفتنا بحضورك. في البداية الحكمة يمانية. شكرا جزيلا يا أستاذنا العظيم. والحكمة يمانية كانت في السابق والآن أخذت من اليمنيون هذه الأيام، فأصبحون نحن يعني أخذنا من اليمن. الهند أصبحت قبلة لكل السياح يعني في العلم والثقافة. الآن كل العرب يعني هم يلتفتون إلينا للاستفادة والإفادة، هذه فرصة ذهبية لنا. نعم أنا أوافقك الرأي، لقد أخذتم من اليمنيون في العهد السابق والآن أنتم تردون الجميل إليهم، وأنا أحد المستفيدون منكم من هذه الورشة. في البداية أود أن أشكر كل المنظمين والقائمين على هذه الندوة الذي تخدم العربية بشكل عام، وأيضا كما تعمل على إسهام وتوفير المعلومات المهمة حول اللغة العربية للطلاب الهنود أيضا. وثانيا أريد أن أشكر الأساتذة المقدمين الذين أثروا وقدموا الكثير من المعلومات حول اللغة العربية ابتداء من اليوم الأول وانتهاء باليوم الأخير، واستفدت كثيرا من الدكتور الرائع مجيب الرحمن حول إجادة الكتابة التي نعاني منها العرب. نحن برغم أن لغتنا الأم هي اللغة العربية، ولكن إذا أتيح لي المجال أو سألني أحد هل تستطيع أن تكتب بالعربية أقول له لا أستطيع أن أكتب بالإنجليزية ولا أستطيع أن أكتب بالعربية. فيوم أعطيكم يعني نبذة مختصرة يعني في دقيقتين واسمحوا لي إذا سمحتم. في ندوة حضرت للغة العربية في جامعة كاليفت، وطلب مني أن أكتب المقال الذي نشرته في اللغة العربية، فاعتذرت عن ذلك، قلت لا أستطيع أن أكتب باللغة العربية، إذا أردتموني أن أكتب في اللغة الإنجليزية فأنا مستعد. فكان عبء عليا أن أكتب باللغة العربية، فلأنه لم يتاح لي المجال أن أمارس لغتي العربية، وإنما اكتسبتها اكتساب، وهذا ما أردت قوله، وشكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا. شكرا جزاكم الله على هذه الملاحظات الجميلة. دكتور أبو تراب. دكتور أبو تراب. تفضل. دكتور عزمة الله من جامعة الملية. دكتور عزمة الله الندوي الصحافي المدرس. عزمة الله تفضل. اوكي تمام، نحن نريد اختتام هذه الندوة، الوقت متأخر جدا جدا رغم لم نشعر بملي الزمن او ملي الوقت، يعني نحن كنا تمتعنا بهذه الموضوع الرائية الشهية من الأستاذ مجيب الرحمن، وهذه التوصيات والنصائح والتوجيهات إن شاء الله نحن سوف نطبق وننفذ في حياتنا الأكاديمية والدراسية، وثمار هذه الدورة سوف تكون يعني إن شاء الله تعالى ناضجة في المستقبل القريب. وأنا أشكر كل الضيوف حتى الآن، هلرم أنا أستاذ الدكتور حبيب الله خان رئيس قسم اللغة العربية الجامعة الملية الإسلامية، وإنه كان معنا كضيف ومضيف ومشارك ومتحدث، أنا أشكره على تواضعه وتكرمه معنا لتشجيعا وتكريما لنا، وأخص بإسهاماته الأدبية الثقافية. وأيضا أنا أشكر الأستاذ الدكتور رضوان الرحمن أمين عام اتحاد معلمي اللغة العربية وعلمائها لعموم الهند لموافقته لشراكتي للتنظيم المشترك مع اتحاد الأستاذ أساتذة اللغة العربية وعلمائها، والشكر موصول إلى الأستاذ الفيلسوف محمد ثناء الله الندبي لإبهاره العلمي الثقافي الفكري البارحة معنا،
وأشكر أيضا أستاذ الدكتور البروفيسور مجيب الرحمن، وكان معنا أساتذة كبار مثل الدكتور كريم محمد، مثل الأستاذ السيد إقبال ندبي وأمثالهم من الأساتذة. وأنا أشكر كل المشاركين، أنتم فلدة كبدنا، أنتم كتاعة قلبنا، أنتم الذين أنجحتم هذه الدورة بمشاركتكم وحضوركم واستفادتكم ويعني تعليقاتكم ومداخلاتكم. لا ننسى أبدا يعني حضوركم معنا، هذه إن شاء الله عائلة كبيرة للغة العربية، نحن معا نتقدم إلى الأمام لنطور مهاراتنا ومقدراتنا في اللغة العربية حتى نحن نحمل راية الإسلام، راية العربية أمام العالم إن شاء الله تعالى. وأنا أشكر جزيل الشكر رئيس هذه الكلية أستاذي المحترم الدكتور سيد محمد شاكر على موافقته وقيادته الرشيدة لتنسيق هذه الدورة التدريبية، وكل زملائي في طاقم التنظيم، رئيس قسم اللغة العربية الدكتور عبد الله هاد، والأساتذة دكتور محمد علي ودكتور يوسف أبو بكر المدني ومنسق ضمان الداخلي يعني جودة الداخلية، ضمان جودة الداخلية أي كيو إس، البروفيسور عبد الرشيد، وزملائي الكرام البروفيسور عبد المنير كوندلا ومحمد بشير سيكي والمعتصم بالله وصلاح الدين ومنير تينات وجزيل ونواز، وكل واحد يعمل في كليتنا سواء كان مدرسا أو موظفا في الإدارة، وهم ساعدونا ووقفوا معي لإنجاح هذه الندوة الدفعة الأولى أو الجزء المرحلة الأولى للدورات التي سوف تجيء ويعني ونحن نقدم إلى كل الأساتذة والمدرسين في المستقبل القريب. بهذه الكلمات الوجيزة أنا أدعو الزميل منسق هذه الدورة وكان معي في كل مساعداته وخدماته الفنية المعرفية الدكتور معتصم بالله لأن يتفضل كلمة الشكر الرسمي لهذه الدورة. الحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا حاجة إلى الشكر بعد الشكر، رغم أني أنا أشكر للجميع. أيها الضيف المحترم والأساتذة الكرام والمشاركون الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله. أتقدم بالشكر لله تعالى في ختام هذا البرنامج المبارك، وهو برنامج التطوير المهني لمدرسي اللغة العربية. واستفدنا من التقديمات الثلاثة المنقولة من العباقرة إلى مشاركي هذه الورشة. لا شك أن كل واحد من الضيوف الذين قدموا مقالاتهم في هذه المنصة يعد من كبار علماء اللغة العربية وآدابها، رغم أنهم صغار في السن. لا أطيل كلامي الآن. أنا أشكر الله تعالى أيضاً، والفضل كله يرجع إليه، وأشكر الأستاذ الذي فتح باب فن الكتابة على مصراعيه. قد سمعنا عن إنجازات الأستاذ ومساهماته للغة العربية وآدابها من كلام الدكتور صابر نواس في البداية، ولا أريد أن أكدرها في النهاية، مع أن الأستاذ الدكتور مجيب الرحمن غني عن التعريف. أيها الأستاذ الفاضل، مهما قدمت من كلمات الشكر لا أستطيع أن أوافيك حقك، ولك مني كل شكر وتقدير وعرفان. وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يمنحك الصحة والعافية. وأشكر رئيس هذه الدكتور أن محمد علي الأنصاري لإلقاء كلماته الترئيسية، حجمها صغيرة وقيمتها عالية. وأرى من بين المشاركين في هذه الندوة أساتذة الذين علموني، ومنهم الأستاذ الكريم الدكتور إقبال حسين. أشكرك يا أستاذي لحضورك في هذه المنصة، ولا أنسى القائمين لعقد هذا البرنامج
وبذلوا جهودهم ليكون هذا البرنامج مفيدا للمشاركين الذين حضروا من داخل الهند وخارجها، وأشكرهم جميعا وجزاهم الله خير الجزاء. أيها المشاركون في هذا البرنامج، فأشكركم جميعا لحسن مشاركتكم الفعالة. نسأل الله أن يوفقنا إلى كل ما يصلح للعباد والبلاد. وأختتم كلامي هذا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم، وصلنا إلى النهاية. الحمد لله، جزاكم الله خير، شكرا للجميع، إن شاء الله نلتقي قريبا. السلام عليكم دكتور كيان محمد، إن شاء الله نتواصل.